الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا الخبر الأهم هو تقديم الحكومة لاستقالتها وقرار الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة. كل التوفيق طبعا للدكتور مصطفى مدبولي في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، واللي بلا شك هيكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، خصوصا أنه في تكليفات رئاسية في منتهى الأهمية للحكومة الجديدة، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجال الصحة والتعليم. وده معناه أنه هيكون في اهتمام أكبر في الفترة القادمة بتطوير التعليم في كل مرحله، بجانب طبعا التركيز على تحسين كفاءة القطاع الطبي والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. حقيقة شاذلي، يعني السيد الرئيس فعلا كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، والحكومة الحالية هتقوم بتسيير الأعمال لحين الإعلان عن الحكومة الجديدة. كمان من أولويات أجندة عمل الحكومة اللي هيتم تشكيلها والإعلان عنها تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل اللي بيرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. ده أمر في منتهى الأهمية، خصوصا أنه الاهتمام بصناعة الوعي والتركيز على البرامج الثقافية والفنية ده بيؤدي في النهاية إلى مجتمع متماسك بيشجع على الإبداع والابتكار والتنوع. بكل تأكيد، وكمان من الأهداف الأساسية للحكومة الجديدة هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وده الاتجاه العام في الدولة عشان يكون في قفزة اقتصادية في الفترة القادمة، خصوصاً الدولة أعلنت أكتر من مرة عن أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن كل الفرص متاحة أمام القطاع الخاص عشان يشتغل ويتوسع ويحقق معدلات نمو أكبر، وده بالتأكيد هيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت كمان زيادة معدلات تصدير يا بسنت. بالتأكيد الملف الاقتصادي هيكون عليه تركيز كبير جدا من الحكومة الجديدة، وده لمعالجة أي أزمة تتعلق بارتفاع الأسعار والتضخم، وهيكون في تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، وإحنا متفائلين جدا إن شاء الله باللي جاي. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لهاله ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس، وكمان تاخدنا في جوله مروريه في شوارع القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير عليك يا هاله. صباح الخير يا هاله. شاذلي وبسنت، صباح الفل والسعاده عليكم يا رب ان شاء الله، وصباح الفل والخير والسعاده على كل اللي بيشوفونا. يعني النهارده بالنسبه للجو، جو حر قوي النهارده جدا خير بس هنبدا الاول جوله مروريه مع حضراتكم، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، ونبدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وشوارع ثانيه هنلاقي ان في سيوله مروريه. على طريق الكورنيش هنلاقي ان في كثافه مروريه من منطقه المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه البسيطه. نروح كوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في كثافات مروريه متحركه وبتفضل مستمره لحد العباسيه. هنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي في سيوله مروريه. لو رحنا لمحور الناصر هنلاقي في كثافات مروريه وصولا للمنصه، كمان ظهرت بعض الكثافات المتوسطه في الاتجاه الاخر الى وسط المدينه. شارع بورسعيد بيشهد من نزله كوبري اكتوبر حتى منطقه الزاويه الحمراء بعض الكثافات. ما
نروح محافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات. كمان بدأت تكون في كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. هنروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية ميدان الدقي، وكمان بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاء ومبابة. بالنسبة لمحور صفت فبيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح مع بعض محافظة القليوبية. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحرة علشان مفيهوش اي كثافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. بالنسبة للي جاي من الزراعي هيلاقي بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الاخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات طبعا لسحب اي كثافات مرورية بتظهر بالطريق ولمنع ظهور اي زحام مروري. تعالوا نكمل جولتنا المرورية دلوقتي في محافظة بورسعيد. هنلاقي ان في سيولة مرورية في اغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية قليلة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد اخر الشارع. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في كمان نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في قنا وهي 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. طبعا معنا تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بس بعد شوية. برحب بحضراتكم من جديد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب امبارح عبر حساباته الرسمية منشور بيتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وقال السيد الرئيس: كلفت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة. كمان امبارح تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد الثقة في تولي المسؤولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وقال انه في تكليفات محددة من السيد الرئيس في عدة مجالات سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي قدم استقالة الحكومة للرئيس، وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، أيضاً على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو اللي بيرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. امبارح نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية منشور بيتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وكتب الرئيس السيسي: كلفت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه شرف بتكليفه من الرئيس السيسي بتشكيل الحكومه الجديده، واضاف: اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامه الرئيس على تجديد ثقته في تولي المسؤوليه كرئيس للوزراء الفتره المقبله، واعاهد سيادته ببذل اقصى الجهود لخدمه الوطن وابنائه. كما اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تكليفات محدده من فخامه الرئيس في عده مجالات سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة. امبارح وعقب مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي اللي بتقام تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعرض الطبي الإفريقي الثالث اللي بيضم مجموعة من أبرز شركات تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الكيماوية، وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية اللي بتحرص الحكومة على عقدها مع مسؤولي المجالس التصديرية المختلفة والغرف الصناعية، وده بهدف التعرف عن قرب على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة معدل الصادرات المصرية من مختلف القطاعات تحقيقاً لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية التقى الفريق دوشكو جارجوفيتش قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية خلال زيارته الرسمية لدولة صربيا اللي استغرقت عدة أيام. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية المصرية والصربية. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الشرقية واللي فيها تم توفير 56,379 فرصة عمل ضمن مبادرة مشروعك. أما في المنيا فتم رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيدة العذراء بدير جبل الطير. في أسيوط كمان تم تطوير مدينة ساحل سليم بتكلفة بتصل ل 2,500,000 جنيه، وفي الوادي الجديد تم اعتماد 17 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تنفيذ 19,243 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3,229,000,000 جنيه. مع توفير 56,379 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 بهدف تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر. في المنيا أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم السيدة العذراء بداية من الخميس المقبل 6 يونيو وإلغاء كافة الأجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية بمركز صملوط لضمان المتابعة المستمرة وتوفير جميع الخدمات للزوار والمواطنين بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة المواطنين بما في ذلك تكثيف التواجد الأمني وتفعيل خطط الحماية المدنية وتنفيذ حملات مرورية لضمان السيولة المرورية. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة ساحل سليم اللي بيجري تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز بتكلفة 2,500,000 جنيه في إطار تنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضرية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي، وبلغت نسبة التنفيذ 98%. في البحيرة انطلقت فعاليات مبادرة الخير التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك. تضمنت المبادرة توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية وملابس بالإضافة لتقديم ندوة للتوعية الصحية بمخاطر السمنة المفرطة والأسس السليمة للتغذية العلاجية. في بني سويف شهدت المحافظة تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية النويرة مركز إهناسيا مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة وتم الكشف على 1,609 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان واستصدار 11 قرار للعلاج على نفقة الدولة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن اعتماد 17 مدرسة من قبل الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. تضمن قرار الهيئة 17 مدرسة بإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين، منها 11 رياض أطفال و3 مدارس بالمرحلة الابتدائية و3 مدارس بالمرحلة الإعدادية.
في الأليوبية اعتمدت مديرية الأوقاف أماكن صلاة عيد الأضحى في المحافظة، واللي بلغ عددها 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز. فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، وكمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. يعني يمكن يا دكتور محمود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، درجة الحرارة النهاردة 38 في القاهرة، يعني الموجة الحارة دي مستمرة لغاية امتى؟ بالفعل طبعا احنا بنشهد موجة شديدة الحرارة بدأت من بداية الاسبوع الحالي بدرجات حرارة اعلى من معدلاتها الطبيعية، بتصل تقريبا لحوالي 4 إلى 5 درجات. ان شاء الله الخرائط بتشير ان الموجة دي مستمرة معنا حتى نهاية الاسبوع الحالي وقد تمتد الى بداية الاسبوع المقبل، لكن ذروة الحالة زي ما الخرائط ما بتشير هتكون بداية من الاربع وحتى يوم الجمعة هتكون معاها درجات الحرارة في حدود 39 إلى 40 درجة مئوية، ده بداية من الأربع وحتى يوم الجمعة. بالفعل أجواء شديدة الحرارة بتأثر على كافة مناطق الجمهورية وما عدا السواحل الشمالية، بتكون عليها الأجواء حارة بسبب اختلاف الكتل الهوائية اللي بتأثر على السواحل الشمالية عن الكتل الهوائية اللي بتأثر على باقي مناطق الجمهورية، وبالتالي دايما بنقول ان الطقس بيكون شديد الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، حر فقط على سواحلنا الشماليه ده خلال ساعات النهار، ولكن خلال ساعات الليل بدانا نلحظ ارتفاع طفيف ايضا في درجات الحراره الصغرى، بيساعد بالليل على احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ارتفاع نسب الرطوبه نسبيا خلال ساعات الليل، وبالتالي خلال ساعات الليل لو درجه الحراره الصغرى بتسجل ما بين 23 ل 25 درجه مئويه، لكن مع ارتفاع نسب الرطوبة بالليل بنبدأ نشعر بيها أكثر من كده، خاصة في الأماكن المغلقة وداخل المباني أو داخل المنازل. الموجة دي بالفعل زي ما قلنا بدأت أول الأسبوع مستمرة إن شاء الله معانا حتى نهاية الأسبوع الحالي وقد تمتد لبداية الأسبوع اللي جاي. دائما بنقول إن سبب الموجة دي هو تأثرنا بالكتل القادمة من مناطق صحراوية بتكون درجات حرارتها مرتفعة بالأساس، مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي بيخلي الاجواء مشمسه طول ساعات النهار، ده في حد ذاته بيساعد على الارتفاع الكبير في درجات الحراره. طبعا محافظات جنوب الصعيد دايما ليها النصيب الاكبر من الارتفاعات وبتوصل عليها العظمى ما بين ال 44 ل 45 درجه مئويه. مع هذه الموجه شديده الحراره بنلاحظ نشاط للرياح نسبي خلال ساعات النهار، سرعاته لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعه، وخلال ساعات الليل في الاماكن المكشوفه والاماكن المفتوحه نشاط الرياح ده بيقلل احساسنا شويه بارتفاع درجات الحراره وبيؤدي الى تنطيف الاجواء بشكل نسبي. طبعا دي موجة شديدة الحرارة زي ما بنقول دايما طويلة نسبيا غير معتادين عليها، موجات فصل الربيع دايما بتكون موجات قصيرة بتقعد من يوم لثلاث أيام على أقصى تقدير، لكن شهدنا الأسبوع قبل الماضي موجة كانت شديدة الحرارة بالفعل قعدت أكثر من حوالي أسبوع أو أكثر 8 أيام، والموجة دي زي ما احنا شايفين برضو بتستمر تقريبا نفس العدد أكثر من أسبوع، فده هو الامر اللي يعتبر غريب على فصل الربيع الحالي. صحيح. ولكننا على كل حال بنبدا نستقبل فصل الصيف المتوقع ان شاء الله يبدا في يوم 20/6، فطبيعي ان ترتفع درجات الحراره بشكل نسبي عشان تاهلنا للدخول في فصل الصيف. طيب في اي يعني رياح محمله باتربه، اي ظواهر جويه موجوده النهارده؟ هي الرياح الموجوده نشاط نسبي للرياح مش نشاط قوي، سرعاته من 30 ل 35 كيلو متر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه، وبالتالي ان شاء الله مش هتكون مثيره ابدا لاي رمال واتربه، لكنها الى حد كبير زي ما اشرنا هتلطف الاجواء خلال ساعات الليل تحديدا في الاماكن المكشوفه،
فيما عدا ذلك الأجواء مشمسة تماما طوال ساعات النهار، ما فيش أي ظواهر جوية، ما فيش أي فرص لشبورة مائية، وبسبب انخفاض نسب الرطوبة بشكل كبير، وبالتالي هي أجواء مستقرة تماما شديدة الحرارة مع نشاط الرياح اللي هو بيكون زي ما أشرنا غير مثير للرمال والأتربة. فقط بنوجه نصايحنا وتحذيراتنا للمواطنين بخصوص هذه الموجة شديدة الحرارة، ولازلنا بنأكد إن ذروة الموجة هتكون من يوم الأربعاء اليوم الجمعة، هترتفع درجات الحرارة أعلى من اليوم ومن الأيام الماضية بمعدل درجة لدرجتين تقريبا. علشان كده بنوجه المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات النهار، تحديدا ساعات الذروة اللي بتكون تقريبا من الساعة 1 الظهر وحتى الساعة 5 عصرا. اللي بيضطر للخروج تحت أشعة الشمس أكيد بننصحه بارتداء غطاء للرأس سواء كاب أو شمسية، أيضا بننصح بعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، كمان شرب كميات كبيرة من المية والسوائل طوال ساعات اليوم. وبسبب هذه الارتفاعات وهذا التغير الشديد في درجات الحرارة وفي الحالة الجوية، بالتأكيد بننصح المواطنين بالمتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية. أكيد طبعا، نصائح هامة جدا من هيئة الأرصاد الجوية. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 38 والصغرى 25، وفي العاصمة الإدارية 38-24، الإسكندرية 31-23، والعلمين الجديدة 31-22، مطروح 29-21، ودمياط 32-22، بورسعيد 32-23، والإسماعيلية 38-22. في السويس العظمى متوقع تكون 37 والصغرى 21، وفي العريش 33-20، أما في كاترين 33-14، وفي طوبة 36-23، حلايب 36-27، وشلاتين 38-28، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-29، الفيوم 40-25، وبني سويف 40-23، الوادي الجديد 43-28، أسيوط 41-25، سوهاج 42-27، وقنا 45، والصغرى 28، الأقصر 44-27، وأسوان 44-29. ودي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لبسنت وشاذلي متابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكراً. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ وزارة التعليم في قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 أيام من خلال مقر لجان الإدارة بالمديريات التعليمية. النهاردة هتبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج حجز أضاحي العيد بمبنى الهيئات والشركات بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي في مقر قطاع الإنتاج بسعر 175 جنيه للبقري وزن قائم، و155 جنيه للجاموسي وزن قائم، والضأن 200 جنيه للكيلو وزن قائم، بتخفيضات تصل ل 10 جنيه في الكيلو وزن قائم، وتخفيضات في العجل الواحد بتصل ل 3000 جنيه عن السوق. النهارده هيعقد وزير الخارجيه سامح شكري جلسه مباحثات مع نظيره القبرصي اللي بيقوم بزياره للقاهره، ومن المقرر ان تتناول المباحثات العلاقات المصريه القبرصيه المتميزه وسبل تعزيزها في شتى المجالات، الى جانب القضايا والتطورات الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك وعلى راسها الحرب في قطاع غزه. كما من المقرر ان يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك عقب ختام مباحثتهم. النهاردة هتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء اللي بيوافق الرابع من يونيو من كل عام، بهدف الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم، وتأكيد التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال واسترشاد عملها باتفاقية حقوق الطفل اللي بتعتبر من أهم معاهدات حقوق الإنسان الدولية على مر التاريخ. دور مهم جدا من الادوار اللي بيقوم بيها الفن هو التوثيق، عشان كده فرقه الفلوجه للفنون الشعبيه الفلسطينيه والموجوده هنا في القاهره بتقدم عروض فنيه وتراثيه كشكل من اشكال المقاومه بالفن والحفاظ على التراث الفلسطيني، وبتجسد من خلال اعمالها جزء من معاناه الفلسطينيين.
بأغاني احتجاجية وألحان ثورية، تستخدم فرقة فلكلور فلسطينية الفن كشكل من أشكال المقاومة من أجل الحفاظ على التراث الفلسطيني وسط الحرب في غزة. تأسست فرقة الفلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية عام 1984 على يد طلاب تمريض يدرسون في معهد تابع للهلال الأحمر الفلسطيني في القاهرة، وتشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية منذ 6 سنوات ممثلة للأراضي الفلسطينية. هو شعر الفرقة من يوم إنشائها كان الفن مقاومة، وإحنا بنقاوم بفننا، بنقاوم بحفاظنا على تراثنا وهويتنا الفلسطينية من الاندثار والسرقة، لأن السرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي بيسرق تراثنا مش بس أرضنا. وكانت مهمتنا وإحنا بنشكل الفرقة إن إحنا نحافظ على هذا التراث من السرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فده مقاومة في حد ذاته. مقاومتنا في نشر هذا التراث وتوصيله للعالم كله إنه تراث فلسطيني أصيل، هذا مقاومة في حد ذاته. إن إحنا نحارب من خلال طبلهاتنا الراقصة كل الأعمال اللي بتصير من تجاه شعبنا من الاحتلال الإسرائيلي، فهو مقاومة. تهدف الاستعراضات الراقصة للفرقة هذا العام إلى توثيق جزء من معاناة الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ قدمت عروضاً متعددة سلطت الضوء على ذلك تحت عنوان الفن مقاومة. الحب اللي بنشوفه على الجمهور المصري والحماس اللي بنشوفه في عيونهم والتسليف من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، دي الحاجة الوحيدة اللي مخلينا نوصل رسالتنا بالشكل ده، ودي الحاجة الوحيدة اللي مخلينا نستمر بالشكل ده، اللي هو دعم الجمهور المصري لنا في الأول. يعني إنه إحنا نكون في هذا المكان ونرجع تاني زي الحدا العطشان كان للموسيقى وعطشان إنه يسمع إشي من تراث، فهذا كان إشي كتير بيعني لنا صراحة اليوم. فعلياً نشوف دبكة فلسطينية قاعدة تنعرض على معارض مصر كتير إشي بيكون فخر إلنا، وبالعكس إحنا كتير حابين وجودنا هنا، وتفاعل الشعب المصري كتير كتير إشي فخر إلنا. وحظيت فرقة الفلوجة التي تحمل اسم بلدة فلسطينية بتشجيع وتفاعل كبير من الجمهور خلال عروضها في المهرجان. تحت شعار أسرتنا قد التحدي بيتم تنظيم دوري الأسر المصرية في الدقهلية. الدوري بيستهدف تشجيع الأسرة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ومنافسة كده بين أفراد الأسرة، ووصلت التصفيات بين 60 أسرة، وده عدد كبير بالمناسبة طبعاً. لما يكون في 60 أسرة مشاركين في هذا الدوري. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون كابتن شيماء الحسيني منسق دوري الأسر المصرية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل. صباح الفل، ازاي حضراتكم؟ يا اهلا بيكي. الحمد لله كله تمام. عايزين نتعرف منك في البدايه، فكره مين دي، فكره دوري الاسره المصريه؟ اولا بشكر حضراتكم ومعدين البرنامج ان هي اتاحت الفرصه لينا ان احنا نشرح ايه هي فكره الاسر الرياضيه. اولا المسؤول على تنفيذ الاسر الرياضيه هي وزاره الشباب والرياضه، والاداره المعنيه بكده هي الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى محافظات مصر. فكرة المشروع وهدفه إن إحنا بنشجع الرياضة للجميع. بنقول للأسرة المصرية العبوا رياضة. عندكم برامج ترفيهية وترويحية بنقدمها ليكم. اخرجوا من ضغوطات الحياة والشغل والمدرسة والعبوا رياضة. ان احنا كمان بنشجعهم ان احنا يكون في ترابط وعلاقات اسريه ما بين الاسر اللي بتنافس بعضيها. ده جانب مهم. طبعا بنقدم لهم كمان خدمات رياضيه، وبناكد ان احنا لازم دور الاسره المصريه لازم يكون متجه ان الابناء لازم تمارس رياضه وتداوم عليها كمان. المشروع مطبق او منفذ على 23 محافظه على مستوى محافظات مصر. الأسرة مكونة من زوج وزوجة وطفلين، الأعمار السنية بتتراوح أعمار السنية للأبناء من 12 سنة ل 15 سنة.
بنقدم لهم أسئلة ثقافية، ألعاب ترفيهية، برامج ترويحية، وبنطلع أول وثاني وثالث من كل محافظة، وبيطلعوا اللقاء الختامي إن شاء الله في كفر الشيخ، وبيكتبوا جوائز مالية. أستاذة شماء، احنا بس عايزين نتعرف على انواع الرياضات اللي هم بيلعبوها. يعني احنا شايفين دلوقتي معانا على الشاشة كان في كرة قدم من شوية، في كرة يد تقريبا. هي ألعاب ترويحية زي ألعاب تيلي ماتش، مش ألعاب رياضية قدم وهاند بول والكلام ده، لا هي ألعاب ترفيهية. يعني مثلا زي اكس او بالشكل، الفريق اللي الاسره اللي تكون الفريق الاول اللي يكون الثلاث حروف يبقى هو الكسبان. طيب المسابقه دي بتحصل بين افراد الاسره الواحده، يعني مثلا اسره من خمس ست افراد، الاخوات مثلا والاب والام هم بينافسوا بعض، مش بينافسوا اسر تانية. بينافسوا؟ لا، الاسره كامله بتنافس اسر تانية. ماشي. الاسره فهمت. مكونه من اربع افراد، اب وام وطفلين، اعمار السنيه من 12 ل 15، بيتداروا مع اسر تانية. وبيحصل لقاء مجمع في شرم الشيخ، الاسر المصريه كلها بتتبارى مع بعض في روح يسود الالفه وجو يسود الالفه والتعاون، وبنطلع من الاول للعاشر، وبياخدوا مبالغ ماليه كبيره جدا. جميل. طيب احنا عندنا 60 اسره، ازاي بيتم اختيارهم؟ تمام. احنا بنعمل الاول مجرد اعلان بسيط على مواقع والمراكز الاعلاميه بتاعتنا، بنقول فيه الشروط المفروض ان الاسره، وبنشرح فيها فكره المشروع بايجاز، وبالتالي في لينك. طيب قبل ما تكملي بس في موضوع اللينك ده، هل في شروط تانية غير انه يكون عدد افراد الاسره اربعه، اب وام وطفلين من 12 ل 15 سنه؟ بالظبط. هل في شروط تانية؟ في حاله ان الاسره مثلا لو عندها طفل واحد، من حقها ان هي تستعين بطفل تاني من نفس العائله للمشاركه فيها، مشاركه معانا وكده. تمام. وبعد كده؟ وبعد كده بيتم التصفيات على مرحلتين، تصفية ما قبل النهائي والتصفية بعد النهائي، وبنطلع من كل محافظة أول وتاني وتالت بيشاركوا في اللقاء الختامي بشرم الشيخ جنوب سيناء، وبنطلع من الأول للعاشر على مستوى جميع المحافظات اللي قلت لحضرتك، في 23 محافظة اللي مشاركة معانا. في مواعيد معينة للدوري اللي حضراتكم بتعملوه؟ يعني هل في مثلا يعني المرحلة اللي احنا شغالين فيها من 15/5 لحد 25 لحد 15/6، دي الفترة التنفيذية اللي احنا بننفذ فيها التصفيات. طيب جزء من الموضوع مهم برضو حضرتك ذكرتيه من شوية، اللي بجانب الألعاب الترفيهية زي ما حضرتك قلتي في أسئلة ثقافية، إيه طبيعة الأسئلة الثقافية وإزاي بتتنوع عشان تناسب الأفراد الأسرة؟ يعني الأسئلة اللي هتوجه للطفل غير اللي هتوجه للأب والأم. بالضبط بالضبط. هما الأسئلة الثقافية بتبقى في جميع المجالات، أسئلة علمية، أسئلة رياضية، أسئلة في جميع المجالات، بحيث ان احنا نراعي ان هي تناسب الاعمار السنيه للاولاد، وتناسب كمان العمر السني للوالد او الام اللي مشاركين معايا. عظيم. يعني كل التوفيق للاسر اللي شاركت في المسابقه، وبصراحه هو حاجه حلوه قوي ان انتوا تعملوا دوري للاسر المصريه تشجعوهم فيها على الرياضه. يعني زي ما احنا شايفين معانا على الشاشه دلوقتي كلهم بيمارسوا الرياضه، وشايفين يعني تفاعل كده كبير من الاسر، فمشاركه 60 اسره ده رقم كبير جدا. كل التوفيق ليكم، نشكركم على المبادره الحلوه دي. كابتن شيماء الحسيني، منسق دوري الاسر المصريه. جميل كمان في الموضوع يا بسنت، زي ما هي قالت انه هيكون في لقاءات بتجمع الاسر المصريه على هامش طبعا المشاركه في هذا الدوري، فهيتقابلوا وهيقعدوا ويكونوا صداقات جديده. بالظبط. في جو اسري جميل كمان. يعني المبالغ الماليه اللي بيدوها في الاخر للفريق الفايز دي حاجه تحفز الاسر التاني بقى ان هم يشاركوا، يلا ونلعب رياضه، دي حاجه حلوه بصراحه. طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. اعضاء اوركسترا مكتبه اسكندريه فازوا في مسابقه المؤتمر الموسيقي للوتريات واللي بيتم تنظيمها في كندا. تم حصد المركزين الاول والثالث وسط منافسة فنية بيشارك فيها مجموعات كبيرة من أساتذة الموسيقى والعازفين على الآلات المختلفة من 8 دول. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور شادي عبد السلام، المدير الفني لأوركسترا مكتبة الإسكندرية. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير.
اهلا بيك. يعني في البدايه وضح لنا الاعمال الفنيه اللي بيتم التقديم بيها في المسابقه الدوليه، وحصدتم مراكز متقدمه فيها ولا لا؟ اولا انا يعني عايز اوضح، في مكتبه اسكندريه فيها مركز الفنون بالمكتبه منذ انشاءه في سنه 2002، تم انشاء اوركسترا مكتبه اسكندريه الاساسي، هو الاوركسترا الاحترافي يعني بيشتغل تبع مركز الفنون. وسنه 2005 كان في رؤيه ان احنا نعمل اوركسترا للشباب اللي هم العازفين المهره، اللي هم يعني عندهم الموسيقى الكلاسيكيه كهوايه. وبالفعل تم انشاء اوركسترا شباب مكتبه اسكندريه في 2005، انا بتولى تدريبه من هذا الوقت يعني. وهو ده الاوركسترا اللي شارك في المسابقه بتاعه المؤتمر الدولي للوتريات في كندا، وفاز فعلا بالمركز الاول والثالث في مسابقه موسيقى الحجره والعزف المنفرد للكبار في الفئات العمريه. فهو المجموعه اللي فازت هي مجموعه من اوركسترا الشباب الحقيقه، مش من العازفين المحترفين يعني. فدي كانت حاجه يعني طبعا يعني جميله جدا بالنسبه لمصر يعني. وبيشارك في المؤتمر الدولي ده يعني السنه دي، هو كل سنه بيشارك دول مختلفه، السنه دي شارك 8 دول، هي يعني كندا والولايات المتحده وروسيا واوكرانيا والصين والبرازيل ومصر الاول يعني مره، والدوله العربيه وقبرص. هو المؤتمر ده بيتعمل كل سنه لاساتذه الوتريات ملتقى ومؤتمر في منظمه جامعه ألبرتا في كندا، وعلى هامش المؤتمر ده بيبقى فيه مسابقه للشباب فئات عمريه وعزف مختلف، عزف جماعي اوركسترا او موسيقى حجره اللي هي بتبقى مجموعات صغيره ثنائي او ثلاثي او رباعيات وتريه، وهو ده اللي احنا خدنا فيه المركز الاول السنه دي، وكمان العزف المنفرد للفئه العمريه للكبار يعني خدنا المركز الثالث. طيب عظيم جدا. طيب يعني مراكز مهمة جدا وسط 8 دول مشاركة كبيرة، يعني كلمنا أكتر عن الفايزين بقى. الفايزين في يعني بالنسبة للسنة دي هم الشباب اللي بقول لحضرتك عليهم، الحقيقة إن هم مثلا منهم دارسين للطب وطب أسنان وهندسة كمبيوتر وكده. هم إيه نوع الوتريات اللي بيعزفوها؟ الآلات الوترية اللي بيعزفوها آلة الكمانجا اللي هي الفيولينا، وآلة اسمها الفيولا أكبر شوية من آلة الكمانجا، وآلة التشيلو اللي هي يعني زي الكمانجا الكبيرة، يمكن الناس تعرفها شوية اللي هي بتبقى يعني واقفة شوية كده، هو قاعد مش الكونترباس بس اللي هي التشيلو الأصغر شوية. فدي الآلات اللي هي فازت معانا السنة دي في المسابقة. طيب هل دي أول مرة تشاركوا في هذه المسابقة؟ لا الحقيقة دي تاني مرة، بس هو الدعوة جات لي السنة اللي فاتت من صديقة روسية بتشتغل استاذه للكمانجا في جامعه ألبرتا، كانت بتعمل فتره في اوركسترا القاهره السيمفوني في فتره مضت وهاجرت يعني لكندا، فكلمتني السنه اللي فاتت ان هي بتنظم يعني في التنظيم بتاع المؤتمر، وان هي نفسها مصر تشارك في هي عارفه ان احنا عندنا اوركسترا وعازفين وبتاع، فقالت لي لو انت تعرف يعني تساعدني ان احنا يعني مصر تشترك عن طريق المكتبه او اكاديميه الفنون في القاهره كمان. فانا كلمت اساتذه الفيولينا في اكاديميه الفنون في القاهره، لان انا مدرس في اكاديميه الفنون، وبرضو اشتركوا من خلال الطلبه بتوعهم، واحنا كاوركسترا مكتب شباب مكتبه اسكندريه اشتركنا بعادتين في الفئات الفرديه والجماعيه. طب ايه المقطوعات الفنيه اللي شاركوا بيها في المسابقه يا فندم؟ قوي بس السنه دي اشتغلنا جامد يعني على على الموضوع، والحمد لله لما بعتنا يعني الفيديوهات حصدت المراكز الحقيقه يعني نالت اعجاب شديد يعني. هي المقطوعات الفنيه اللي شاركوا بيها كانت ايه؟ بالنسبه للي فازت بالمركز الاول كانت مجموعه رباعي وتري لمؤلف اسمه الكسندر جلازانوف، مقطوعه اسمها اورينتال او اورينتال يعني مقطوعه في ستايل شرقي، بس المؤلف
اسمه يعني مؤلف روسي كلاسيكي اسمه ألكسندر جلازنوف، وكمان فاز في المراكز الفردية يعني مقطوعات في مؤلف أسباني اسمه سارسات ومقطوعة لبيتهوفن، يعني كان بيأديها عازفين منفردين مارك لوتسي ومنار أدب. طيب لو حضرتك تكلمنا بشكل عام بقى عن المسابقة، عن هل معادها مثلا ثابت كل سنة؟ المؤتمر ده بيتعمل في مايو كل سنة، بيبقى منطقة للأساتذة، بيبقى يمكن مش حوالي 50 أستاذ كمانجا من أو يعني وتريات عموما، كمانجا وتشيلو كونتر باس وجيتار كمان وهارب عموما في الآلات الوترية كلها. بيبقى فيه سيشن كتيرة عن طرق التدريس والتطوير الأداء وإزاي التعامل مع الصعوبات اللي بتواجه الدارسين وما إلى ذلك يعني. وعلى هامش المؤتمر ده بيتعمل كل سنة مسابقة للوتريات بقى كلها، يعني بيشارك فيها يمكن 100-150 عازف على مستوى العالم. وفي لجنة بقى يعني من جامعة ألبرتا هي اللي بتحكم في المسابقة دي، وبيطلعوا النتائج يعني طبعا بيحصلوا على شهادات تقدير من المسابقة، وهي مسابقة محترمة جدا يعني، لأن الحقيقة بيشارك فيها ناس متخصصة على أعلى مستوى يعني. طيب الشباب اللي شاركوا في المسابقة هم شباب أكاديميين، فاحكي لي عن هم مش أكاديميين أكاديمية الفنون. هم لا، هم مش شرط إن هم يكونوا أكاديميات، في بعضهم درس بعض الوقت في أكاديمية الفنون، إنما هم مش خريجين المعهد العالي للكونسرفاتوار، هم درسوا الموسيقى بشكل حر. في بعضهم درس أكاديمية الفنون لغاية يعني مرحلة ثانوي، إنما هم كلهم طلبة جامعات يعني طب وطب أسنان وهندسة كمبيوتر وتجارة وما إلى ذلك. طيب التدريبات أو يعني البروفات اللي بتعملوها قبل الاشتراك في المسابقة بتاخد وقت قد إيه؟ هل هم كانوا مستعدين من قبلها، اختاروا مقطوعات فنية كانوا عارفينها فاميليير بيها، ولا اتمرنوا عليها لأول مرة؟ احكي لنا عن الكواليس أكتر. تمام، أنا بحدد معاهم إن إحنا عايزين نعمل يعني هنشترك في المسابقة دي، الكلام ده مثلا ممكن المسابقة في مايو، فإحنا بنشتغل مثلا من شهر سبتمبر أكتوبر مثلا على إن نعمل التدريبات، وبنعمل حفلة لايف، هو لازم التسجيل ده يكون يعني لايف، مش يعني حاجة مش متسجلة في المنزل يعني. تكون حاجة متصورة لايف يعني، فاحنا بنحضر ان احنا نعمل زي حفلة، والحفلة دي تتصور وبعدين بنبعت التسجيلات دي. طبعا انا بختار معاهم، هم بيبقى عندهم اقتراحات، فانا يعني بعدل مثلا اقول لا دي اختار المقطوعة دي احسن، لا دي هتبين عندك نقط تكنيكية احسن، لا انت موهوب في الحتة دي اكتر، بتقدر تطلع صوت حد يعني، فانا بختار معاهم المقطوعات، وبعدين وانس ان احنا بنتفق عليها بنبتدي بقى التدريبات يمكن لمده 3 أو 4 شهور يعني، ان احنا قبل ما نصور الحفله اللي هنبعتها يعني. وهم عملوا اكيد اداء مشرف جدا يعني، بنتمنى من حضرتك توصل لهم مباركتنا ليهم على الفوز، وبنبارك لك كمان دكتور شادي عبد السلام المدير الفني لاوركسترا مكتبه الاسكندريه على فوز طبعا الكبير اللي انتم عملتوه، حصلتم على المركز الاول والثالث، فحاجه مشرفه جدا، الف مبروك. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة. وأضاف الرئيس السيسي على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن التكليف الجديد جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، تقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تجديد ثقته في تولي المسؤولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، معاهدا الرئيس السيسي على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه. وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات محددة من الرئيس السيسي سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. وتقدم مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة. نفى مصدر رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة. وأكد المصدر أن مصر ستواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالقطاع، وشدد على أن مصر تتمسك بتوفير كافة الدعم لمواطني القطاع وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة. وقال المصدر رفيع المستوى إنه تم إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة الأسبوع الماضي. عقد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات اجتماعا افتراضيا ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة للتوصل لصفقة تنتهي بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة. وأكد وزراء الخارجية دعمهم لهذه الجهود مشددين على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع وإطلاق عمليات إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتوقيتات محددة وضمانات ملزمة. نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ورد في تقارير إعلامية أمريكية عن اعتزامه إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في 13 يونيو. وأفاد مكتب نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية أن موعد كلمته أمام الكونغرس لم يتم تحديده بشكل نهائي. ودعا قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي نتنياهو الأسبوع الماضي لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك في رسالة أعربوا فيها عن تضامنهم مع إسرائيل. استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون فجر اليوم بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت الليلة الماضية 4 أبراج سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص. انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه مجرم مدان، وذلك للمرة الأولى منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي. وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات إن الحملة الانتخابية دخلت منطقة مجهولة، مضيفا أنه لأول مرة في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق مجرم ومدان للوصول إلى منصب الرئاسة. وافقت الحكومة الكورية الجنوبية على مقترح بشأن التعليق الكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية لمئات من البالونات التي تحمل القمامة تجاه جارتها الجنوبية خلال الأيام الماضية. وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن تعليق الاتفاقية سيسمح بإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري والقيام بحملات دعائية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
من الناس اللي أنا مفتقدها جدا 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 في الوسط الفني وعلى الساحة الفنية هو الفنان الكبير محمود عبد العزيز الساحر، أو الفنان الشامل زي ما بنقول يا بسنت. والحقيقة أنا كان نفسي أشوف في التقرير اللي اتعرض من شوية أبو كرتونة، بحب أبو كرتونة قوي. يعني هو من أوسم واكتر موهبة، ويعني من احسن فعلا نجوم جيله، عمل يعني ادوار ما حدش يقدر ينساها، علمت في اذهان يعني المشاهدين رأفت الهجان، الساحر، عبد الملك زرزور، الشيخ حسني، عظيم فعلا، عنده ادوار كده ما نقدرش ان احنا نتخطاها ولا ننساها. وكل فعلا ما بنفتح، انا شخصيا كل ما افتح التلفزيون والاقي له اي حاجه حتى لو قديمه قوي بقدر اتفرج عليه. صحيح، عنده كاريزما رهيبه انه يشد المشاهدين، وتمثيله السهل الممتنع، يعني ما تحسش ان هو بيمثل، بيعيش الشخصيه جدا، انت مصدقه جدا، واحد من اهم وابرز نجوم السينما والفن المصري والعربي. طبعا بدايته كانت فيلم الحفيد، بعدها انطلق كنجم كبير جدا وبطل لاهم الاعمال في السينما والدراما التلفزيونيه. في ذكرى ميلاد الساحر خلونا نشوف هذا التقرير. تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذي ولد في 4 يونيو عام 1946، ويعتبر من أبرز نجوم السينما والفن المصري. صعد نجمه في فترة السبعينيات، وهي تلك الفترة التي ازدهرت فيها السينما المصرية، واستحق أن يلقب بالساحر بعد أن استطاع أن يسحر قلوب الجمهور في رأفة الهجان، ويعبر عن أحزانهم في نكسة 67 وفرحتهم في نصر 73، وسحر المصريين ايضا في شخصيه عبد الملك زرزور في فيلم ابراهيم الابيض. انا حييتك تاني غشيم، زيك تن روحك طلعت من يامه. اتكلم. وظهر سحر محمود عبد العزيز بشخصيته وروحه الخفيفه اروع ما يكون في دور الشيخ حسني في فيلم الكيت كات، عندما جسد شخصيه الكفيف الذي انطفأ نور بصره وعاش كفيفا. ولد الفنان محمود عبد العزيز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية لأسرة متوسطة الحال، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية الزراعة ثم درجة الماجستير في تربية النحل. بدأ مشواره الفني من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة، ثم بدأت حياته الفنية خلال السبعينيات حين رشحه المخرج نور الدمرداش لدور في مسلسل الدوامة مع الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة نيلي. كانت بداية الفنان محمود عبد العزيز السينمائية عام 1974 في فيلم الحفيد الذي يعد واحداً من روائع السينما المصرية. تنوعت أفلام الفنان محمود عبد العزيز ما بين الرومانسية والكوميديا والواقعية، كما قدم عدداً من المسلسلات التي تركت بصمة مميزة، من أبرزها رأفة الهجان وجبل الحلال. حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية. رحل عن عالمنا الساحر محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض في 12 نوفمبر عام 2016 عن عمر ناهز 70 عاما. احنا معانا دلوقتي على تليفون الناقد الفني كريم المصري عشان نتعرف منه على ابرز المحطات الفنيه اللي خاضها الساحر محمود عبد العزيز. صباح الخير عليك. صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدينكم. يا اهلا بيك. محطات عديده في حياه الفنان الكبير الساحر محمود عبد العزيز، لو هنتوقف عند بدايه هذه المحطات، ايه الاعمال اللي كانت بمثابه نقطه تحول وانطلاقه حقيقيه للنجوميه بالنسبه له؟ لا، هو في الحقيقه احنا لازم ناخد الموضوع قبل كده بشويه، لازم نتكلم عن حاله استثنائيه في تاريخنا الفني. محمود عبد العزيز هو مكتبه كامله من الاعمال الفنيه ومسيره سريه وغنيه جدا نجح ان هو يقدمها على مدار عدد سنين كتيره وطويله. لكن البدايه بتاعت محمود عبد العزيز بفكره مفهوم البطل الجان اللي كانت متواجده من الخمسينات لحد منتصف السبعينات او اخر السبعينات،
ومحمود عبد العزيز كان بيمتلك من الذكاء الفني ان هو كان شايف ان الصوره دي قربت تنتهي. يعني نقطه التحول الرئيسيه من وجهه نظري كان المشهد الختامي في فيلم العار بحاله الهستيريا اللي هو صنعها، فكان مفاجاه للنقاد والجمهور وقتها ان محمود عبد العزيز بيمتلك طاقه كوميديه كبيره جدا ازاي ما تمش استغلالها، علشان بعدها على طول فاجئنا بدور مزاجنجي بفيلم الكيف، وبيبتدي من هنا يصنع مسيرة غنية جدا مليئة بالتحولات الكبيرة جدا، لأن هو ما كانش واقف عند منطقة تمثيلية واحدة، بالعكس تماما. في عز ما هو بيقدم الكيف بعدها على طول بيروح يقدم فيلم البريء بصورة المتغطرس والفيلم هو ما حبش يتصنف، يعني ما حبش يحط نفسه في حتة ابدا. فضل طول الوقت في مسيرته هو رايح جاي بيقدم مختلف الشخصيات ويقتحم المناطق التمثيليه المختلفه يعني. طب بما ان حضرتك قلت نرجع كده لقبل كده كمان، يعني خليني ارجع بقى معاك قبل ده تاني. يمكن انا وشاذلي كنا بنتكلم قبل ما نرجع على طول من التقرير على انه ايه سر يعني تلاميذ كليه زراعه بيحبوا يمثلوا وبيبدعوا جدا، يعني الزعيم عادل امام زراعه، الساحر محمود عبد العزيز كان في كليه الزراعه، ايه السر في ده؟ هو في الحقيقه دي حقيقه فعلا يعني، بس هو احنا كل فتره كده بيكون عندنا كليه من ضمن الجامعات يعني بتكون متميزه، يعني الفتره دي كان فعلا في محمود عبد العزيز وعادل امام، وبعدها بعدد سنين مش كتير قوي كانت مسرح كليه حقوق وقدم لنا خالد الصاوي وخالد صالح. هي تملي كده بيكون في فرق معينه بتظهر مع بعض في وقت معين وبتنجح انها تقدم نفسها يعني بشكل كويس. طيب قدم كل الالوان، لكن بكل تاكيد من وجهه نظرك في لون هو ابدع فيه سواء بقى في السينما او في الدراما او في المسرح. هو في الحقيقه نجح في كل الاختبارات، هو كان متمرد على نفسه يعني محمود عبد العزيز كان مدرسه تمثيليه بتمثل بواقعيه شديده جدا، وكان عنده مهاره من الاقناع ان هو بيمثل بنفس الطريقه، لكن في كل شخصيه بينجح ان هو يوصل لنا ان انا بقدم شخصيه جديده مختلفه عليكم. حتى لما اقتحم مدرسه التقمص، ودي اقتحمها في 3-4 اعمال، وصل لاعلى ليفل من التقمص احنا شفناه في تاريخنا، في الشيخ حسني في الكتكات، صحيح، في ابو هيبه، في جبل الحلال، في عبد الملك زرزور طبعا، في ابراهيم الابيض، كل ده كان لون من الوان التقمص ونجح ان هو يقدمه بصوره اكتر من رائعه. كمان كان عنده ذكاء شديد جدا ان هو في الوقت اللي هو فيه بطل كبير جدا في السينما كان ممكن يقبل بادوار دور تاني، وده شفناه في فيلم البريء، شفناه في فيلم الدنيا على جناح يمامة، شفناه في فيلم بناتنا في الخارج. فهو كان بيكون عنده حرص شديد جدا ان هو يقدم عمل فني يضاف الى مسيره محمود عبد العزيز، فما كانش فارق معاه المساحه او البطوله المطلقه تماما. طب طبعا في اعمال كده ما نقدرش ننساها زي العار، الكيف، الساحر، لكن خليني اقف معاك عند رأفت الهجان. رأفت الهجان كان بالنسبه لمحمود عبد العزيز ايه؟ يعني ده علامه فارقه عندنا احنا كمصريين، احنا المسلسل ده ما بنقدرش كده لو شفناه على قناه بنقف عنده، بنفضل نتفرج عليه لغايه النهارده، احداثه بتشدنا كاننا بنتفرج عليه لاول مره. سر ابداعه في الدور ده جه منين؟ الدور ده بالنسبه له ايه؟ التحضير الجيد للشخصيه المعايشه اللي قدر ان هو يصنعها مع الشخصيه، كمان حاله الكيمياء اللي كان بيصنعها في الجزء الاولاني مع يوسف شعبان وفي الجزء الثاني مع نبيل الحلفاوي. هو كان عنده من القدره ومن الحرفيه ان هو يصنع كيمياء بينه وبين الممثلين الاخرين ويديهم مساحات ما بيتدخلش في ده، بالعكس كان بيساعدهم طول الوقت. وكان مؤمن جدا بفكره العمل الجماعي وان الجماعيه هي اللي بتنجح العمل، فبالتالي بتنجحه هو شخصيا. كمان محمود عبد العزيز كان عنده قبول ربنا عطاه له ان هو واحد مننا، يعني محمود عبد العزيز كنا نتملي بنحس ان ده واحد قاعد معانا، ده صاحبنا، ده والدنا، ده اخونا. فكان هو بيعرف يستغل ده بشكل كبير جدا وبيوظفه بصوره فنيه اكتر من رائعه، فده كان من ضمن الاسباب الكبيره اللي قدر ان هو يوصل بيها في رأفت الهجان ده مسلسل ملحمه
مسلسل قدر وصل لكل الاجيال، يعني الجزء الثالث والاخير من رأفت الهجان كان سنه 92 تقريبا، يعني بنتكلم في حوالي 32 سنه، وبالرغم من ده المسلسل كل ما بيتعرض بيحقق نسب مشاهدات عاليه جدا سواء في مصر او في الوطن العربي ككل. لكن كان قبلها بقى كمان، بما اننا بنتكلم دلوقتي عن اعمال الدراميه، كان مسلسل البشاير. ده بقى البشاير محمود عبد العزيز راح لمنطقه تمثيليه في الوقت ده كانت بالنسبه له تحدي واختبار كبير جدا ان هو يقدم النموذج للفلاح المصري المتمسك بالعادات والتقاليد وان هو يتقن اللهجه بهذا الشكل وان هو يكون حريص على ويعرف يتعامل كمان مع سلوى نصار. طبعا التفاصيل محمود عبد العزيز من اكتر الفنانين اللي انا شفتهم في حياتي، يعني بيهتم جدا بفكره الملابس لكل شخصيه. الراجل ده ما كانش بيسيب تفصيله واحده بس يعني. فمحمود عبد العزيز في البشاير هو قدم لنا مسلسل في الوقت ده، يعني انا ما حضرتوش في وقت عرضه بس اكيد شفته بعد كده، يعني نجح ان هو يقدم لنا عمل فني رائع في الحقيقه. طيب هل كان بيهتم بتقديم قضيه معينه؟ يعني احنا شفناه في فيلم العار بيقدم قضيه معينه ايا كان تناولها كان عامل ازاي، لكن كمان شفنا فيلم الشقه من حق الزوجه والتوليفه الحلوه قوي اللي كان عاملها مع راحله معالي زايد. هل كان بيهتم بتقديم قضيه معينه بطريقه كوميديه يبسطها للجمهور وبيبدع فيها في نفس الوقت؟ هو كان بيهتم جدا في كل اعماله بفكره ان هو متعايش مع القضايا المعاصره اللي بيواجهها المجتمع اللي هو عايش فيه، ومن خلال ده نجح ان هو يقدم مجموعه كبيره من الاعمال بتناقش قضايا كانت شغله الراي العام او شغله المجتمع في الوقت ده، وده بيدل على ان هو مش ممثل وبس، لا هو حتى عنده رؤيه ومحتك جدا بالمجتمع ومتعايش مع القضايا بتاعته يعني. طيب شايف بقى المشوار الفني الكريم محمود عبد العزيز عامل ازاي؟ هل شايف انه امتداد لوالده؟ يعني انا ما بحبش ده، لان كل حد بيعيش وقته وبيعيش زمنه، وفكره المقارنه دي ممكن اكيد هي هتضر كريم، لاني انا بصراحه انا متحيز لمحمود عبد العزيز. انا كائن محمود عبد العزيز، يعني انا لما بتسال انا ايه انا محمود عبد العزيز يعني. كريم ممثل شاطر جدا، ممثل مجتهد جدا، بيمتلك قبول كبير، في بعض الجينات اكيد من الفنان الكبير محمود عبد العزيز، لكن هو لون مختلف وبيسعى تملي ان هو يقدم اعمال بشكل مختلف تماما، بيحاول بالرغم الجينات اللي هو متاثر بيها، لكن هو بيحاول طول الوقت ان هو يبعد عن طريقه محمود عبد العزيز، وده سبب من عوامل نجاحه في الفتره الاخيره تحديدا، يعني ان هو بيحاول طول الوقت ان هو يبعد عن شكل محمود عبد العزيز. وأنا لكن هو الشبه بينهم طاغي بصراحه، ونبره الصوت وسبحان الله ده يعني الفنان اللي هيكون ابن فنان احنا متقبلين منه الشبه ده بصراحه، يعني حابينه جدا. اكيد في شبه، لكن هو بيحاول طول الوقت يبعد عن ده، يعني هو في بداياته كان حتى في مشاهد البكاء او مشاهد الضحكه او مشاهد الحركه كان فيها كتير من روح محمود عبد العزيز. كانت هي والله فعلا لكن هو فعلا متنوع وقادر ان هو فعلا ويقدم اشكال مختلفه. كل شكر ليك الناقد الفني كريم المصري، بنشكرك جزيل الشكر. طيب يعني كلنا كده بعد دخول فصل الصيف كبنات يعني او حتى كلنا يعني ده احنا ما بنتعرضش صح؟ كبنات بس انتوا لا بس بتهتموا ببشرتكم قوي يعني؟ لا طبعا معلش سوري. الصيف يعني بيعرض البشره للاسف لمشاكل كتيره جدا، حراره الصيف دايما مرتبطه بمشاكل الجلد والالتهابات، مصدرها الاساسي بيكون تعرض الجلد للشمس لفترات طويله، فبنلاقي ساعات كتيره قوي للاسف مشاكل بتظهر لنا، وبنبقى عايزين نعرف نعمل ايه، نقي نفسنا ازاي من مشاكل البشره بالتحديد. صحيح، ازاي بقى نتجنب اي مخاطر للبشره والجلد في فصل الصيف؟ معانا الدكتوره مي سمير استشاري الامراض الجلديه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. ايه اكتر الاضرار اللي بتقع على الجلد نتيجه التعرض الزايد لدرجات الحراره المرتفعه واشعه الشمس؟ بص طبعا اكتر حاجه بنشوفها بعد كده النمش، بنشوف الكلف لو حد عنده استعداد للكلف، بنبدا نشوف حروق بتحصل في فصل الصيف لو حد بقى قاعد في الشمس فتره طويله وما بيكونش حاطط سان سكرين، فبنشوف مشاكل كتير قوي.
وعاده بنشوفها يا محمد اكتر من في الرجاله اكتر من الستات، عشان الستات بيخافوا على نفسهم، الرجاله ما بيخافوش. بتشوفوها ازاي يعني؟ يعني بيبقى الرجاله عاده بيحطوا سان اويل مثلا او تان اويل، وما بيحطوش سان سكرين، فبيحصل لهم سكند ديجري اوف. لا يا فندم، هو احنا لو حضرتك بتتكلمي في عاده ولا ده ولا ده بالظبط يعني كده، عاده لا بنعمل ده ولا بنعمل ده. طب حضرتك اتكلمتي، لا هو عشان كده بتتحرقوا بسرعه جدا اكتر من الستات. على الاقل الستات في ناس منهم بيحطوا سان بلوك، وفي اعتقاد خاطئ ان الناس متخيله ان لما احط سان بلوك انا مش هاخد تان. السان بلوك بيحمينا بس من الاشعه الضاره اللي هي فوق البنفسجيه اللي احنا مش محتاجينها، اللي هي بتسبب لنا المشاكل. يعني انا لو عايزه اخد تان على البحر دلوقتي وحطيت اللي هو التانينج اويل ده، احط قبليه سان بلوك؟ سان بلوك ده لازم يحط. السان بلوك ما بيحميش ان انت تسمري، السان بلوك بيحمي من التصبغات، بيحمي من المشاكل اللي احنا بنشوفها بعد كده، بس مش هيحميك ان انت تسمري. لكن موضوع السان بلوك ده يعني البنات بتستخدمه طول الوقت، مش مساله المصايف بس يعني، كنت اسمع ان ده في المصايف بس. لا طبعا السان بلوك المفروض يستخدم صيف شتاء كل ساعتين ثلاثه. وفي حاجه كمان عايزه اقولها، لان الناس كتير ما تعرفش الموضوع ده، صهد المطبخ لستات البيوت يعتبر يعمل معامله الشمس. الناس اللي بتشتغل في شركات او بانكس بيبقى النور الابيض يعامل معامله الشمس. فمثلا في ناس بتفضل قاعده تقول لك انا طول اليوم في المكتب، ما انت طول النور طول اليوم قاعده تحت نور ابيض. فتحط سان بلوك وهي قاعده في المكتب او هي في المطبخ؟ لازم تحط سان بلوك، بس ساعتها بنقول حطيه كل 3 4 ساعات. طيب هل في وصفه كده يا دكتور في البيت بتعادل السان بلوك؟ يعني بصراحه يعني دلوقتي اسعار الحاجات دي بقت غاليه شويه، هل السيدات النهارده يقدروا في البيت يعملوا وصفات طبيعيه تحميهم من الشمس؟ بصي دلوقتي بقت المنتجات دلوقتي بقت المنتجات المصريه فيها حاجات كتيره جدا، وفي فاريشن في الاسعار، وبقت في حاجات في متناول الناس كلها. طب يعني انا اشوف ايه على المنتج اعرف انه ده تمام اشتريه؟ يعني اس بي اف مثلا 50 او اكتر، يعني قولي لنا ايه المكونات اللي انا لما اشوفها على العلبه اعرف انه ده تمام معانا. بصي هو المفروض يبقى اس بي اف بلس 50، هو ده اللي موجود تقريبا في السوق كله. في بقى حاجات بتبقى مثلا فيها الترا فايلوت اي، الترا فايلوت بي، مثلا في حاجات بتبقى البلو راديويشن اللي هي اشعه الموبايل والكمبيوتر، لو ناس بتقعد مثلا اللي هم الاي تي والحاجات دي لما بيشتغلوا قدام كمبيوتر فتره طويله لازم يحطوا، فلازم يتاكدوا ان هي من البلو راديويشن. بس وتبقى حاجه طبيه، بلاش يا بسنت الوصفات الطبيه، الوصفات الطبيعيه والحاجات دي، خلينا في الحاجات الطبيه احسن، لان هي اللي بتحمي. انت ممكن مثلا حد يعمل حاجه يحطها بطريقه غلط تعمل لنا مشاكل اكتر. لو خلاص يبقى خلينا في المنتجات الطبيه فعلا. طب بالظبط كده. يشربوا ميه يا دكتور؟ يشربوا ميه كتير. بص الميه دي مهمه جدا للجلد. الخيار، الخس، الحاجات اللي فيها زيوت دي اعتقد دي مهمه للجلد. بص الجلد ده اكبر عضو موجود في الجسم البني ادم. الجلد ده مهم جدا بالنسبه له الميه، لان هو الميه لما بيشربها بيديله ليونه، بيديله عدم جفاف، بيديله نضاره البشرة، حتى سنه شكله احسن علشان بيديله المرونه الموجوده في الجلد. طب الاطفال بقى، لانه كانوا حاطين دلوقتي صوره لطفل، الاطفال يعملوا ايه؟ هل هم جلدهم حساس اكتر؟ هل انا احط مثلا لطفل صغير لسه سنه سنتين احط له واقي من واقي للشمس من سن مثلا سنه، من سنتين، من اقل كده، من كده لو انا نازله حتى مع ده في العربيه اعمل ده ولا بس على البحر؟ يعني فهمينا اكتر نتعامل ازاي مع الاطفال في موضوع الحر والشمس. بصي مع الاطفال طبعا لازم نحط سان بلوك، لان الاطفال جلدهم بيبقى انعم وجلدهم بيبقى مور سنسيتيف، ودلوقتي بقى في حاجات موجوده في السوق من اول زيرو، يعني في حاجات من اول زيرو لست شهور، وفي حاجات من ست شهور لسنتين، وبعد كده في بقى اللي هو من بعد سنتين. فلا طبعا لازم نحط واقي شمس للاطفال، لان جلدهم بيبقى فيري سنسيتيف، والاطفال يستحسن ان هم يبقوا قاعدين دايما في درجه حراره 24 25، لان عندهم استعداد ان هو يحصل لهم حمونيل بقى، التهابات، ممكن تبقى لها التهابات بكتيريه نتيجه الحر، واحنا الصيف داخل علينا السنه دي من بدري قوي وجامد جدا. طيب هل بقى الصيف ودرجات الحراره المرتفعه واشعه الشمس ليها علاقه بظهور حب الشباب ولا لا؟ وازاي نتعامل معاه في فصل الصيف؟
بص، الحب الشباب طبعا بيزيد في الصيف لان هو من الناس بتاعه، فبيبدا يحصل الغدد الدهنيه بتبدا تنفذ دهون اكتر، فالحبوب بتزيد ويبقى شكلها اوحش. ممكن نستخدم مرطب خاص للبشره الدهنيه، لازم نستخدم واقي شمس، وطبعا لازم يستحسن لو بدانا يطلع حبوب نزور الدكتور بتاعنا علشان نقدر نستخدم العلاج قبل ما الموضوع الحاله تتطور. واهم حاجه ما نلعبش في الحبوب، عشان مثلا تقول لك انا هشيل الحبيتين دول فساعتها الحبوب هتبطل تطلع. طب وبعض الاشخاص بتصاب بجفاف الجلد كمان، فيتعاملوا ازاي مع الموضوع ده؟ ما ده اللي انا قلت لك عليه، اللي احنا لازم نشرب ميه كويس جدا، وفي مرطبات. يعني احنا البشره عندنا يا بشره دهنيه يا مختلطه يا جافه يا حساسه. لو سواء البشره الدهنيه او المختلطه، افضل ان احنا نستخدم لها المرطبات للبشره الدهنيه. حساسه او جافه نستخدم المرطبات للبشره الجافه او للبشره الحساسه، ونحطها كل مرتين في اليوم. وممكن وبالذات لما نكون واخدين شاور نحاول نستخدم ناخد ميه فاتره ونحط الكريمات دي على جسمنا، علشان الجسم لما بنكون طالعين من الشاور بيبقى معرض للجفاف اكتر. طب وكمان شايفين دلوقتي على الشاشه معانا انه بعض الجلد متعرض للاحمرار، فلما بيحصل ده، لما بيبتدي الجلد بقى يتحرق من الشمس، بنعمل ايه؟ بنتصرف ازاي بسرعه عشان ما نوصلش لمرحله صعبه؟ بص، او لو حصل الموضوع ده لازم نروح لدكتور، لان ساعتها احنا بنضطر نتدخل بادويه فيها كورتيزون علشان نهدي الالتهاب دوت ونهدي الحمار، لان عاده الاحمرار بيؤدي لسواد بعد كده، فبنكون محتاجين ان احنا نهدي الجلد على قد ما نقدر بسرعه علشان ما ندخلش في قصه بقى اللي احنا بنعالج تصبغات وندخل في قصه ثانيه خالص. طيب الحروق بقى يا دكتوره مي بتاعت الجلد بتاعت المصيف، كلنا طبعا بنتعرض لحاجه زي دي وبنعديها والجلد بيقشر وخلاص الموضوع بينتهي، هل ده في مشكله؟ لا، ما في مشكله طبعا، لان على اللونج تيرم احنا مش بنصيف السنه دي يا محمد وخلاص مش هنصيف تاني، احنا بنصيف كل سنه. ما هو خلاص الجلد قشر وخلاص. ما هو قشر وخلاص، بس المشاكل بتبقى موجوده. ما هو الجلد فيه طبقات، فالمشاكل بتبقى موجوده في الطبقه الداخليه، فالمفروض لما يحصل الموضوع دوت اللي احنا ما تمام يا دكتور، وصلت الصوره طبعا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونركز في موضوع شرب الميه ده، بيدي نضاره للبشره حلو. معلوماتك كويسه على فكره، وعشان التجاعيد لا معلوماتك تمام. خس وخيار وميه ده بالنسبه لي، انما بقى ندخل بقى في صن بلوك، الحاجات دي بالنسبه لنا صعبه قوي. الفقره كلها بتتكلم على الصن بلوك. انت ميه برضو مفيش ميه بس. شكرا دكتوره مي سمير. مره ثانيه مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا. أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. أحمد فتوح لاعب منتخب مصر غادر معسكر منتخب مصر، وده بعد خضوعه لأشعة تحت إشراف طبيب المنتخب، طبعا ده كان بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات امبارح. أثبتت الأشعة إصابته في أربطة الكاحل وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبعد إصابة أحمد فتوح قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، وده استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو واللي هيقاموا يوم 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. عمر عبد المجيد لاعب هامبورغ الألماني تحت 20 سنة انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، وشارك فيه مران الفريق بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب. محمد حمدي لاعب منتخب مصر للرماية حقق إنجاز كبير وحقق رقم مصري أفريقي جديد بواقع 632.8 نقطة في بطولة كأس العالم بمدينة ميونخ الألمانية، واحتل محمد حمدي المركز السادس في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال بكأس العالم بألبانيا، ونجح في أنه يكون أول رامي بندقية من مصر يتأهل للنهائيات كأس العالم. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 53 على التوالي ورقم 211 في تاريخه.
كمان أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA التصنيف الجديد للسيدات في شهر يونيو، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 40 على التوالي وال250 في تاريخها، واستقرت نوران جوهر في الوصافة وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في المركز الثالث. نادي ريال مدريد الأسباني أعلن بشكل رسمي ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفه قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأكد بيان النادي أن مبابي نجم ريال مدريد الجديد سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق الملكي. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن تعيين أنزو ماريسكا مدرب جديد للفريق بعقد يمتد لمدة 5 سنين مع خيار عام إضافي جديد، وده بعد رحيله رسمياً عن صفوف نادي ليستر سيتي. والنجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد الإسباني توج بجائزة أفضل لاعب شاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي. منتخب ألمانيا اتعادل سلبياً مع أوكرانيا في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 واللي هتنطلق يوم 14 يونيو الجاري. ومنتخب إنجلترا حقق الفوز على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-0، وده في المباراة الودية اللي جمعتهم على ملعب جيمس بارك ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أوروبا 2024. ومنتخب كرواتيا فاز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح، وده كان ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لبسنت وشازلي لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. بعد ما خلصت امتحانات الإعدادية وظهرت النتيجة، الأطفال من في المرحلة العمرية دي خلاص هم دخلوا الأجازة مش عايزين التزامات. احنا طبعا بنستغل دايما أجازة الصيف، وانها بتكون فرصة مثالية لكسر رتابة الحياة اليومية، نساعد الأطفال على استعادة نشاطهم وتطوير أفكارهم وان هم يمارسوا رياضة. لكن في نفس الوقت احنا خلصنا السنة الدراسية مش عايزين التزامات يا بسن، يعني احنا هنمارس رياضة وهنلعب لعبة، هنروح نادي، هنشترك في نشاط ثقافي معين، لكن ازاي بقى نخلي ده مش في اطار الالتزامات بتاعت الدراسه والمذاكره؟ بالظبط، ازاي اعملها بذكاء شويه ان انا ما احسسهمش اني بجبرهم على حاجه، في نفس الوقت نطلع من الاجازه دي بحاجه مفيده شويه، نستثمر الاجازه مع اولادنا عشان يطوروا من مهاراتهم وقدراتهم. يعني نعمل ده ازاي؟ التركيه دي يعني ده هتعرفنا عنها دكتوره ريموندا رؤوف الاستشاريه التربويه والصحه النفسيه الموجوده معانا دلوقتي. صباح الفل عليك يا دكتور، عامله ايه؟ صباح النور. صباح الخير عليك. صباح النور، اهلا بيكم. اهلا بيكم. زي ما شازلي كان بيقول كده، عارفه اللي هو بيفضلوا طول السنه يا حرام في امتحانات، واحنا مش عايزين بقى حد يكلمنا في حاجه ولا تقولي لي تمرين ولا حاجه، انا عايزه اخد اجازه وعايزه ارتاح. ايه الصح يعني؟ هل انه اكيد مش الاباء والامهات يسيبوا اولادهم تماما من غير اي برودكتيفيتي يعني، او ان هم يعملوا حاجه مفيده في الاجازه، لكن في نفس الوقت هم مش عايزين يسمعوا ده حقيقي. يعني الاباء بقى هنا والامهات حرام يعملوا ايه؟ يعني ازاي يطلعوا حاجه كده منتج مفيد من الاجازه في نفس الوقت من غير ضغط؟ حقيقي ده سؤال مهم قوي. بصي، واحنا يعني المفروض نسال نفسنا الاول ليه، يعني ليه اصلا عايزه ادير الكورسات وافيده في الوقت ده؟ في يعني انا طبعا كأم برضو غير ان انا متخصصه، بحس قوي بالامهات عايزين نوزع عيالنا عشان احنا مش هينفع يقعدوا معانا طول الوقت في الصيف كده. هل ده فعلا ينفع يكون هدف، ولا الهدف حقيقي ان انا عايزه انمي طفلي واخليه عنده زي ما حضرتك قلتي انمي قدراته، انمي مهاراته، اكتشف مواهبه؟ فلازم احط فكره الهدف. انا لو عندي هدف واضح هعرف اشتغل عليه، بعد الهدف افكر بقى هعمل ده ازاي. ازاي دي بحاجتين، هل انا بلاحظ طفلي؟ يعني ايه بلاحظ؟ يعني باخد بالي مثلا عنده ميول معينه، عنده موهبه معينه، بكتشف مثلا انه بيحب يركب حاجات ويفكها، بيحب المث شويه، فانا عندي ملاحظه لطفلي وده بالعشره بقى، انا عندي اكتشاف لميوله، فبالتالي هعرف ايه اوجهه في الحته اللي بيحبها. كتير عايزين نوجه ولادنا زي المجتمع، انا ده بياخد كذا فانا هوديه، اصل هو بياخد، وده بياخد كذا اصل انا هوديه. لا، انا مش هعمل زي حد، انا هعمل زي ايه؟ هعمل حسب ميوله في طريقه هو. ففكره ان انا بلاحظه. ثالث حاجه بقى انه في حوار، انا باخد وبدي معاه، فلما بيكون في حوار هادي بسمعه وبفهمه، بقدر برضو انه محتاج وقت يقعد، يعني مش طول الوقت انا بره،
يعني حتى مهم جدا انه برغم مشغولياتنا كتير، برغم ان انا بعمله مهارات كتير، لا الطفل محتاج وقت لبابا وماما، قاعد مع بابا وماما في ترابط، بناخد وبندي، بنتكلم زي ايام زمان كده بنسميه اجتماع العيله، يعني حتى في التربيه بنقعد وناخد بندي مع بعض، ممكن يكون نص ساعه او ساعه في الاسبوع بس بحسب ده في الوقت. فده بعمله ازاي؟ من خلال اهدافي، انا عندي هدف واضح وعندي كيفيه عملت ده ازاي، من خلال حوار ومن خلال ملاحظه طفلي. عظيم جدا. انت ايه رايك اصلا في تصرف الاباء والامهات لما هم بيقسموا العام، لا السنه مش العام الدراسي، بيقسموا السنه لاولادهم؟ عندنا مثلا 7 8 شهور دول مذاكره بندخل امتحانات والباقي بتاع انشطه رياضيه بقيه السنه، هل ده افضل ولا من الممكن احنا نخلي فيه انشطه رياضيه حتى ولو كانت بسيطه اثناء فتره الدراسه عشان ما يبقاش فيه الصدمه اللي بتحصل للطفل من انتهاء مذاكره ومش عارف ايه للعب ورياضه وكده؟ ده حقيقي حقيقي، لانه انا بعمل تفتت للانسان، يعني بفتته الانسان نفسه جسد وروح، يعني 3 حاجات. فانا لما اخليك طول الدراسه عمال مفحوط مذاكره 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 وفجاه اعمل لك صدمه بقى، يعني اروح ادخلك تقعد تستمتع بحاجات كتير وارجع تاني في المذاكره او في اخر مش هذاكر كويس اصلا، يعني حتى في وقت الدراسه من كتر الضغط لاقي ولادنا مش بيذاكروا بشكل صح من كتر الضغط. على الاقل في حاجات مستمره، يعني مثلا الرياضه، الجانب الجسدي ده مهم جدا، ده حتى العقل السليم في الجسم السليم، صح كده؟ ومش بس في الجسم السليم، في النفس السليمه، النفس يعني المشاعر والافكار. فمهم جدا حتى في حاجات مستمره، مش ممكن تكون مش بنفس الكثافه، مش بنفس الكاباسيتي اللي موجود في الصيف، بس في حاجات مستمره زي ما حضرتك قلت الرياضه، الرياضه مهمه جدا تكون مستمره معانا حتى لو مره في الاسبوع، ده بتخليه عنده صحه نفسيه وصحه جسديه وتؤثر بشكل ايجابي على المذاكره. طيب الأطفال بقى أو الشباب في السن الصغير قوي اللي بيستخدموا الموبايل طول الوقت والأمهات طول الوقت يا ابني سيب الموبايل، يا ابني انزل اخرج شوف الشارع، سيب الفيديو جيمز، الحاجات دي كلها بتأثر حتى على الأمهات. دلوقتي بقوا بيشتكوا جامد قوي ان ولادهم بالعكس انا عايزاهم ينزلوا يخرجوا بره البيت يلعبوا زي زمان كده ما كنا بنشوف، عشان قاعدين على طول على الموبايل. ازاي النهارده الام تقدر تساعد ابنها او بنتها انهم يتخلصوا من الموبايل، او انه يبقى ممكن يبقى ده مفيده ليهم حتى انهم يتعلموا منه حاجه، يستفيدوا منه بحاجه، يعملوا ده ازاي؟ بصي، مهم يكون في اتفاق، دايما بنحب نقول الاتفاقات هي دي اللي بتنفعنا، والاتفاق دي بتبقى بحوار، يا حبيبي احنا هنتفق مع بعض انه وقت الدراسه مثلا لو بنستخدم الموبايل مساحه معينه في اليوم، فوقت الصيف برضو في مساحه معينه في اليوم، اتفاق واضح وصريح حسب احتياجاته وحسب انا شايفه انه ده هياثر عليه ازاي وبيعمل ايه في الوقت ده. فنقول لو 3 ساعات او ساعتين حسب بقى كل بيت هيقيمها ازاي، والاتفاق ده يعني يكون خلاص في حزم وحب في نفس الوقت، انا بعمل ده عشان بحبك، انا بعمل ده علشان خايف عليك، انا بعمل ده عشان ده المفيد. فده مش قرار مش انا السلطه العليا في البيت، لا احنا الاثنين مع بعض بناخد القرار ده. خلاص خدنا القرار، هما 3 ساعات مثلا. في برامج يعني الحمد لله يا رب، في برامج جميله ممكن تربط موبايل الاب والام بموبايل الطفل، فبالاتفاق المشترك كاننا عملنا عقد خلاص بيفصل الموبايل ده بعد 3 ساعات، بعد ساعتين خلاص انتهى الوقت، مفيش تراجع بقى، مفيش تراجع، هستحمل الزن، انا عارفه ان في زن كأم، عارفه ان في زن، عارفه ان في غضب، عارفه ان في يعني ضغط على الاب والام كتير، ده غصب عنه لان احنا دلوقتي من الادمانات في ادمان الموبايل. في لو عديت انا مرحله الزن دي، انا لو عديتها واستحملتها شكرك. مثلا اسبوعين شهر بالكتير قوي اللي جاي خلاص بقى حقيقي اشكرك. ليه؟ لان هو ايه اختبرك صح، فعرف انك بحب، يعني انت مش بتشخط فيه، مش بتزعل، انا بحبك حبيبي وبحترمك ومقدره اللي انت فيه، بس انا بستحمل، يعني انا معاك للاخر، انا عشانك. هيقعد وقت فعلا يزن، بس هيجي وقت ايه خلاص انا فهمت هشوف اعمل ايه بقى، قولي لي طب اعمل ايه، يعني بقى هنا بقى هتيجي الحته اللي قلتي عليها واللي طرحتوها، طب شوفوا لي بقى انه ماشي عايز العب رياضه، وديني اعمل مش عارفه ايه، وديني اروح اخد كورس كذا. ليه؟ لان خلاص رجعنا بقى ايه لزمان، فاكرين زمان واحنا صغيرين كان عندنا وقت، كان عندنا زهق، ففي الزهق ده بنقعد ندور على مواهبنا وندور على مهاراتنا وناخد ونشتغل على نفسنا ونقعد نعمل اعمال فنيه في البيت، الوقت ده ما بقاش موجود بسبب الميديا، فلما احنا نظبط الوقت ده لا هنرجع تاني نكتشف نفسنا اكتر. طيب زي ما قلنا في البدايه انه الاطفال بعد ما بيخلصوا الامتحانات مش عايزين اوامر ومش عايزين التزامات. صحيح. فلو هم مثلا بيروحوا رياضه معينه او بياخدوا كورس لتنميه مهاراتهم بيبقى في نوع من اللكاعة كده ويلا عشان ننزل بسرعة، فهو مرتاح وقاعد براحته لسه بدري. وفي نفس الوقت على الجانب الآخر في بعض الأباء والأمهات يلا بسرعة ورانا تمرين، فياخدوا الشنطة ويطلعوا يجروا يلا عشان نطلع من التمرين نطلع على الكورس ما عرفش إيه. اللي بيحصل ده مين اللي غلطان فيه؟
يعني هو في حاجه ما بيننا احنا الاثنين عشان اكون امين، مش بس الامهات ومش بس الاطفال، يعني ما بيننا احنا الاثنين. اول حاجه احنا يعني فكره بس ترتيب اولويات اليوم بالراحه كده واحده واحده، عندنا اولويات، عندنا حاجه بنعملها وبعدين حاجه وبعدين حاجه، ده مني ومن الطفل، دي نقطه. النقطه الثانيه ببدا اجهز قبل الميعاد بوقت، بوقت حسب ابني. الولاد الاطفال عامه بالذات هي فعلا محتاجه مساحه، هم على بال ما يمشوا كده خطوه احنا بنتشل يعني بجد، وده حقيقي يعني. هي الولاد تاخد وقت، تاخد مساحه، هراعي ده وواحده واحده يعني. يلا هنبدا دلوقتي، طب دلوقتي انت هتخلص كذا وبعديه كذا وهتخلص كذا وبعديه كذا. في مهاره كمان جميله، انه قبل ما بننام بالليل بنشرح لاولادنا احنا تاني يوم عندنا ايه. فالعقل بيحصل له برمجه، انا متنظم هعمل كذا، هتخلص بعديها كذا بعديها كذا، قبل ما انام بالليل. عارفين التودو ليست بتاعتنا احنا الكبار، ان احنا بنكتب التودو ليست، بنعملها للاطفال حتى في الورش، بنعلمها في اداره الوقت في الورش وفي الكورسات. حبيبي قبل ما بننام بنكتب او بنرسم عندنا ايه بكره، فانا عارف هخلص كذا بعديها كذا بعديها كذا، كان المخ بيحصل له تمهيد بشكل لا واعي، فهيساعدنا مع الوقت. هي مش حاجه سحريه. اخر حاجه ودي مهمه، بلاش كذا حاجه في اليوم، دي حاجات الكتير بتعمل عبء على الطفل. فعلا بيزهق يعني، نحط نفسنا مكانه، لما نكون عندنا حاجات كتير هو هيتخنق مش هيستوعب. فانا برضو بقدر ده، مش من النجاح ان احنا طول اليوم بره. الحاجات الكتير المتنوعه، ولا حتى لو في نفس المجال، يعني مثلا اللي هو بيتمرن كوره وبيتمرن سباحه وبيتمرن جودو مثلا، ده كده حاجات كتير، ولا ممكن مثلا حاجه رياضه بجانب حاجه تانية ثقافيه او لتنميه المهارات؟ ده بقى مهم قوي السؤال ده، لان انا حاسه انه عصب اليوم. احنا لازم نقسم يعني، احنا عندنا جانب جسدي، دي رياضه ايا كانت الرياضه حسب حب ليها، يعني جمباز، كاراتيه، كره قدم، الحاجات اللي حضرتك رحتها، ده جانب جسدي. جانب عقلي بقى، في دلوقتي كورسات زي الحاجات الخاصه بالماس، الحاجات الاكاديميه، في دلوقتي برمجه، في بيتعلم وورد وحاجات وهو صغير. في كمان في الجانب العقلي نقطه مهمه جدا، فكره بقى بناء الثقه بالنفس، وازاي اخلي الطفل عنده يدير مشاعره ويدير افكاره، ورش مطروحه، واحنا بنعلمها الاطفال وهم صغيرين، عايز اقول لكم من 4 و5 و6 سنين بانشطه بسيطه. وبعدين الجانب الروحي برده، ارتباطه بربنا. احنا في الوقت الدراسه مثلا بنصلي وبنقرب من ربنا، بس في وقت محدود يعني ايه يعني على حسب. لا احنا لازم نحط خطه، بشوف امهات شاطره تروح مثلا دروس في القران الكريم، تروح مثلا دروس في الكتاب المقدس، ارتباطنا الروحي بربنا نكثر منه شويه. يبقى لازم التلات جوانب في حسبان. الكيفيه مش شرط كله يبقى بره، مش في حاجات بنقدر نعملها في البيت، مش عندنا نت، مش عندنا زوم، عندنا حاجات امكانيات كتير، مش شرط كله يبقى بره. بس عندي اهداف واضحه والامكانيه نفكر فيها معاه، حتى لو كبير شويه افكر مع اشاركه، بلاش اوديه بالعافيه يعني. انا عجبني قوي ان انت اتكلمتي عن جزء البرمجه بالذات، يعني ده من الحاجات اللي النهارده لو بنتكلم عن سوق العمل، ده حاجه سوق العمل محتاجها جدا. فالنهارده لو انا بغذي ده في طفلي من هو صغير، عايز اعلمه حاجات بسيطه، اديله كورسات، مهمه جدا. لو لقيت ابني عنده شغف للموضوع ده، هل يعني ابدا له كورسات اكتر في سن صغير، اعمل ايه؟ جميل قوي، يا ريت طبعا. انا بجرب كتير، والسؤال ده خليني افكر في نقطه مهمه. احنا اصلا بنكتشف موهبه الطفل ازاي؟ ان انا بخليك تجرب حاجات كتير زي ما حضرتك قلتي. فانا لا اكتشفت زي ما قلتي ان انت عندك شغف، لا يبقى انا هتدخل ليفل 2 و3 و4 و5 و6 وهتكمل بقى. ما انت دي الحاجه اللي انت ايه مركز فيها، الحاجه اللي انت بتحبها. بس برضو مش هنسى الجانب الاخر، يعني انت لو شاطر في البرمجه مهم الرياضه حتى لو مره في الاسبوع، ما دي صحه جسديه. مهمه جدا في الجانب العقلي في الامور الاخرى، مهمه جدا الاكاديمي، مهمه جدا الجانب الروحي. يعني مش في ناس بتركز في حاجه وتوقع حاجات تانية. انا هركز معاك عشان دي موهبتك، دي اللي انت هتنجح فيها، دي رسالتك في الحياه فعلا، ممكن تكون دي الحاجه اللي انت تبقى شاطر فيها قوي، بس مش هنسى برضو ايه الجوانب الاخرى بنسب معينه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، حضرتك شرفتينا ونورتينا. دكتوره ريموندا رؤوف، الاستشاريه التربويه والصحه النفسيه، شكرا ليكي. شكرا ليكوا جدا. مشاهدينا فاصل اهم واخر الانباء مع هاله، اتفضلي هاله. شكرا بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة. وأضاف الرئيس السيسي على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن التكليف الجديد جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، تقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تجديد ثقته في تولي المسؤولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، معاهدا الرئيس السيسي على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه. وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات محددة من الرئيس السيسي سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. وتقدم مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة. عقد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات اجتماعا افتراضيا ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة للتوصل لصفقة تنتهي بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سرائح الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة. وأكد وزراء الخارجية دعمهم لهذه الجهود مشددين على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن توصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتوقيتات محددة وضمانات ملزمة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تعمل مع مصر وقطر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هذا المقترح هو أفضل طريق لحل الأزمة. يأتي هذا في الوقت الذي وزعت فيه الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار على مجلس الأمن يدعو حماس إلى قبول الاتفاق والتنفيذ الكامل لبنوده دون إبطاء أو شروط، كما يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية. ويحتاج إقرار المشروع تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقد. استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون فجر اليوم بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت الليلة 4 أبراج سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة 5 أشخاص. انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه مجرم مدان، وذلك للمرة الأولى منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي. وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتاكت إن الحملة الانتخابية دخلت منطقة مجهولة، مضيفا أنه لأول مرة في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق مجرم ومدان للوصول إلى منصب الرئاسة. تتوالى عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العامة الهندية، وتشير التوقعات إلى إعادة انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي لفترة ولاية ثالثة، وسيكون في حالة فوزه ثاني زعيم هندي يحتفظ بالسلطة لولاية ثالثة بعد جواهرلال نهرو أول رئيس وزراء للبلاد. وأظهرت استطلاعات الرأي فوزا مريحا لحزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي وحلفائه على تحالف معارضة واسع بقيادة حزب المؤتمر وزعيم حملته الرئيسي راهول غاندي. وافقت الحكومة الكورية الجنوبية على مقترح بشأن التعليق الكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية لمئات من البالونات التي تحمل القمامة تجاه جارتها الجنوبية خلال الأيام الماضية. وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن تعليق الاتفاقية سيسمح بإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري والقيام بحملات دعائية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود.
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن 80 شخصا سجلوا ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية في دورتها 14 في إيران خلال الأيام الخمسة الأخيرة، والتي من المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري. وقال الوزير الإيراني أنه يتعين على مجلس صيانة الدستور تقييم مؤهلات وأوراق المرشحين خلال أسبوع، والتحضير لفترة الحملة الانتخابية وهي 15 يوما، والدخول بعدها في مرحلة إجراءات الانتخابات، مشيرا إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستبدأ اعتبارا من 12 من يونيو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تجرى الانتخابات في 28 من يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع عن طريق التصويت المباشر. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، وفي إطار متابعتنا اليومية لاصطفاف قوافل المساعدات، خلونا دلوقتي نروح للعريش مع مراسل القناة الأولى محمود جميل، نتابع معاه آخر التطورات الخاصة بتقديم المساعدات لأهالي غزة. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. لازلنا بنتابع معاكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، والحقيقة لو بنتكلم عن المسارين، المسار الإنساني والمسار طبعا السياسي للوصول لوقف إطلاق النار، خلينا أقول لكم إن احنا النهاردة اليوم العاشر من بدء دخول المساعدات الإنسانية من منفذ كرم أبو سالم بالتنسيق والاتفاق طبعا ما بين مصر و الأمم المتحدة. في خلال العشر أيام الماضية احنا تم إدخال ما يقارب الألف شاحنة، يعني نقدر نقول النهاردة بالشاحنات اللي بتدخل حاليا من خلال معبر رفح ان احنا نوصل لألف شاحنة دخلوا بالفعل من منفذ كرم أبو سالم. خلال يومين بس أو بقالنا يومين الشاحنات بتدخل بمعدل 200 شاحنة كل يوم، لكن للأسف لحد دلوقتي مفيش دخول لشاحنات الوقود سوى 4 شاحنات فقط، دول اللي دخلوا أول امبارح، وأول امبارح كان في دخول 10 شاحنات وقود، تم قبول 4 شاحنات وتم عودة 6 شاحنات للوقود، ودي طبعا من الإجراءات التعنتية اللي بتقدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الإجراءات اللي بتعرقل دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية ومن كمان مساعدات الوقود، لأن عدم إدخال شاحنات الوقود ده بيفاقم من الأزمة الكارثية والإنسانية الإنسانية اللي موجودة داخل قطاع غزة، لأنه بيؤدي طبعا إلى توقف عدد كبير من المستشفيات عن العمل، غير المستشفيات طبعا اللي خرجت عن العمل في الأيام الماضية وكان آخرها المستشفى الكويتي في مدينة رفح الفلسطينية. وكمان بنتكلم على منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 14 مستشفى بس هم اللي شغالين من إجمالي 36 مستشفى داخل قطاع غزة، وما فيش غير 3 مستشفيات ميدانية موجودين في مدينة رفح الفلسطينية بيعملوا بشكل جزئي، معرضين للتوقف تماما بسبب طبعا نقص إمدادات الوقود. وطبعا المخابز 98% من طاقة العمل للمخابز توقفت تماما، فبالتالي نقص الوقود يؤدي إلى تفاقم أكبر للأزمة الإنسانية الخاصة بالوقود. وده يخلينا نؤكد على أهمية معبر رفح في العودة مرة أخرى، وطبعا الجهود المصرية المستمرة في عودة عمل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لأن معبر رفح كان بيدخل منه يوميا حوالي 8 شاحنات للوقود مباشرة من معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني. فطبعا مصر مستمرة في جهودها لعودة العمل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولكن مع تمسك مصر الكامل بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من منفذ رفح من الجانب الفلسطيني، وده اللي أكده طبعا السفير سامح شكري امبارح خلال لقائه بنظيره الإسباني، والتأكيد على أن مصر كمان بتحاول إدخال ما يقرب من 350 شاحنة يوميا، ويمكن خلال الأيام القادمة ممكن يكون في ازدياد في عدد الشاحنات نظرا للوساطة المصرية اللي طالبت في الاجتماع الثلاثي في القاهرة بين أمريكا وإسرائيل بضرورة إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا.
يوميا للأشقاء داخل قطاع غزة. احنا هنا موجودين في مدينة العريش، كم هائل من الشاحنات اللي موجودة واللي بتصطف على جوانب الطريق، عدد كبير من شاحنات المساعدات سواء كانت الغذائية أو حتى الدقيق وأيضا الخضروات، كل ما يحتاجه أهالي قطاع غزة موجود في كل الشاحنات اللي موجودة دي، بخلاف طبعا الشاحنات اللي موجودة في مدينة أو في معبر رفح من الجانب المصري. ومصر لا تدخر جهدا في تجهيز مزيد من المساعدات يوميا، وسيارات الإسعاف كمان موجودة أمام المعبر تحسبا يعني أي طوارئ ممكن تحصل في إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني مرة أخرى. فيما يتعلق ده الجانب الإنساني والمساعدات الإنسانية، فيما يتعلق بالوضع الميداني لازال القصف مستمر طبعا على مدينة رفح الفلسطينية، ويمكن يوميا منذ صباح اليوم بنسمع أصوات القصف ودوي الانفجارات والغارات الإسرائيلية والصواريخ اللي بتكون موجودة والطلق الناري من الأسلحة النارية الموجودة على الجانب الآخر في مدينة رفح الفلسطينية. ويمكن الصحة الفلسطينية أعلنت طبعا عن أن الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية ارتكب 4 مجازر خلفت 50 شهيد و150 مصاب، وطبعا بيكون في صعوبة في انتقال المصابين وعلاجهم نظرا لخروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل. وكمان منطقة تل السلطان في مدينة رفح تعرضت للقصف أكتر من مرة، وده طبعا بيخلف على مدار الوقت وعلى مدار الساعة عدد من الشهداء والمصابين نتيجة للقصف المستمر في مدينة رفح الفلسطينية. فده أدى إلى يعني نزوح أكبر عدد من الفلسطينيين. منظمة الأونروا أو وكالة الأونروا تحدثت عن نزوح أكثر من 1,000,000 فلسطيني موجودين في مدينة رفح الفلسطينية، وإن الملاجئ الخاصة بوكالة الأونروا اللي بتبلغ 36 ملجأ داخل مدينة رفح الفلسطينية أصبحت خالية تماما من النازحين بسبب القصف المستمر، وحذرت طبعا من تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة عمل التواقب الخاصة بالوكالة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر داخل مدينة رفح الفلسطينية. أيضا برنامج الأغذية العالمي حذر من استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وأن التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية ليه تأثير كبير جدا على المدنيين وعلى أيضا حياة كمان الأطفال، فيما يتعلق بعدم وجود المكملات الغذائية للأطفال وحرمانهم طبعا من التطعيم وعدم وجود علاج ليهم داخل مدينة رفح الفلسطينية. وطلب برنامج الأغذية العالمي بضرورة فتح كل المعابر، وإن معبر واحد غير كافي لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة، فبالتأكيد لابد من عودة معبر رفح الفلسطيني والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية كما طلبت مصر. وطبعا مصر بتسعى دائما من خلال المجهود السياسي والتفاوضي إلى العودة للمسار التفاوضي مرة أخرى لوقف إطلاق نار دائم داخل قطاع غزة، مع استمرار طبعا تقديم كل الخدمات الإنسانية من خلال كم الشاحنات الهائل سواء في مدينة العريش أو أمام معبر رفح البري. دي الصورة بالنسبة للأوضاع ودعم مصر الكامل الذي لا ينقطع لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. والآن أعود إليكم مرة أخرى بسنت وشازلي. شكرا لك زميلنا محمود جميل من العريش، نشكرك. طبعا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استحدث تقرير مهم جدا. بيتكلم إيه في إيه هذا التقرير؟ بيتكلم عن احتياجات سوق العمل، إيه متطلبات سوق العمل، وبيعرض مجموعة من الوظائف. التقرير ده صدر امبارح، والملفت في الموضوع طبعا سواء في القطاع الخاص او القطاع العام او قطاع الاعمال العام، الملفت في الموضوع انه هذا التقرير بيركز او تلت الوظائف المطلوبه في هذا التقرير بتتطلب تعليم فني، ده بيشجع الناس اكتر طبعا، وكمان بيتطرق الى تحليل المهارات المطلوبه للمهن الحاليه والوظائف الشاغره في السوق المصري. في مؤتمر صحفي أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التقرير الأول للطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات، وده بحضور ممثل الوزارات وعدد من الخبراء والمختصين. الحقيقة ده بيأتي أيضا في إطار أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المشاركة في إطلاق هذا التقرير بيعتبر هو الجهاز المسؤول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة المصرية في كافة الاتجاهات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ديموغرافية أو بيئية، في إطار نظام إحصائي متكامل
وذلك لعرض أهم المؤشرات الخاصة بإحصاءات العمل اللي هي بتوفر لي قاعدة بيانات بتشمل العديد من النقاط الهامة، في مقدمتها توفر أو تواجد نظام معلومات عن سوق العمل في مصر لدعم استراتيجية الدولة في مكافحة البطالة الحقيقة وتحقيق معلومات أو بيانات أو متطلبات سوق العمل المصري سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. المؤتمر تضمن مناقشة عدد من الموضوعات، منها عرض الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات، إلى جانب عرض حول إحصاءات العمل بين الموجود والمنشود، وكمان مناقشة أخرى عن التعليم الفني والمهني في مصر وتحديات سوق العمل. كان في طلب جامد على هذا النوع من البيانات في مصر، انه كانت ناقصه، ما عندناش بيانات عن المهارات. فمنظمه العمل الدوليه وفرت خبراء علشان يشتغلوا مع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء على ازاي اول حاجه نصمم الاستمارات اللي هي نقدر نجمع على اساسها هذه البيانات، ودي استمارات صممت على مسح للمنشآت وايضا مسح للاسر، وبالتالي يعني تصميم الاستماره، كيف نحلل هذه البيانات لما تيجي من الاستماره، وازاي نصمم الجداول والنشرات التي بتطلع من هذه الاستماره. فده كان حصل على مدار سنتين، ان احنا الخبراء اشتغلوا بطريقه يعني قريبه جدا مع الجهاز علشان نطلع هذا التقرير وهذا البيان. ويعني كانت يمكن مصر دلوقتي بلد فريدة في المنطقة العربية من ناحية ان هو البيانات دي موجودة ونقدر نوصل لها من هذه البحوث. أبرز ملامح التقرير النهاردة زي ما شفنا، إحنا شفنا الفجوة الكبيرة بين الوظائف الشاغرة بالقطاع العام والقطاع الخاص، ولقينا إن القطاع الخاص الوظائف الشاغرة فيه 98% والقطاع العام 2% بس. فالفجوة الكبيرة دي بتخلينا نركز أكتر زي ما اتجاهات الدولة والقيادات العليا نحو الاهتمام بالقطاع الخاص واحتياجاته، سواء من العمالة أو المستويات التعليمية المختلفة اللي بتخص العمالة أو المهارات اللازمة لهذه العمالة، وربطها بمخرجات التعليم. التقرير يأتي في إطار تعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد الواقع الإحصائي، وده بيفيد الشركات وأصحاب الأعمال إلى جانب طالب العمل في الاطلاع على المهن المطلوبة والمهارات الأساسية فيها. جرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده ونكمل آخر فقرة معنا، خليكم متابعين. برحب بحضراتكم مرة تانية. امبارح الحكومة تقدمت باستقالتها، وقرر الرئيس السيسي تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة. في مجموعة من التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، كمان وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق. طبعا عايزين نعرف مزيد من التفاصيل عن توجيهات السيد الرئيس لرئيس الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة. بنرحب في فقرتنا النهاردة بالكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تقدم الحكومة باستقالتها تقدمت بالفعل السيد الرئيس، ورئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، قراءتك لده؟ يمكن ده كان خبر منتظر، لأنه من بعد حلف السيد الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة كان في توقعات ان هيبقى في تغيير حكومي او تشكيل حكومي جديد. ما كانش بعيد قوي انه الدكتور مصطفى مدبولي هيكمل، لانه في الحقيقه الراجل اللي في الخمس ست سنين اللي فاتوا قدم اداء جيد جدا في اداره الحكومه، قدم اداء جيد جدا في اداره ملفات معقده جدا ومتشابكه، وربما يعني اشتغل تحت ضغط في ملفات صعبه جدا وظروف كانت دقيقه جدا. يمكن موضوع كورونا وموضوع التداعيات بتاعه الحرب الروسيه الاوكرانيه، التعامل معاك كانت من أشياء صعبة جدا وكان فيها ضغط شديد جدا على أي حد، لكن إدارة الدكتور مدبولي للحكومة في توقيتها كانت إدارة جيدة جدا، وربما ده اللي دفع القيادة السياسية أنها
تكمل مع الدكتور مصطفى مدبولي التشكيل الجديد للحكومة. السيد الرئيس أكد على أن الحكومة الجاية لازم تكون من ذوي الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة اللي جاية. ماذا يريد الرئيس السيسي من الحكومة الجديدة؟ ما هي توقعاته؟ يعني توقعات الرئيس السيسي هو دايما يعني منهج الرئيس بيبقى منهج فيه بعدين، بعد متابعة مكتبية دائمة للملفات الخاصة بالحكومة. كتير بنشوف السيد الرئيس بيقعد مع الوزراء مرة ومرتين في الشهر يمكن تقريبا، بيطلع على الملفات الموجودة في الوزارة، بيطلع على أحدث المشروعات، آخر التطورات، الأرقام، مهتم بالتفاصيل. المتابعة كمان الميدانية، ودي مسألة مهمة جدا، أن السيد الرئيس بينزل بنفسه بيتابع مع الوزراء. الوزراء كل يعني فترة بيبقوا موجودين في المشروعات الجديدة، في متابعة الملفات الجديدة، متابعة الجداول اللي موجودة في عمل الحكومة. كل ده بتصور ان هو ده المنهج اللي احنا هنكمل عليه. يمكن احنا مستمرين على المتابعة المكتبية والمتابعة الميدانية بشكل متوسع جدا. ربما يبقى في ادوار اكبر لنواب الوزراء في الفترة القادمة، لانه هي التجربة محتاجة انها تستكمل. دم جديد بيتضخ للعمل الحكومي المصري. الانتقال كمان للعاصمة الإدارية الجديدة هيدي دفعة كبيرة جدا، انه يبقى في تعامل رقمي حديث تكنولوجي اكتر مع عمل الحكومة. ادوات جديدة هنشوفها، ودي محتاجة ضخ دماء جديدة من الشباب اللي ممكن نشوفهم في منصب الوزير ومنصب نائب الوزير في التشكيل الجديد. طيب، على رأس التكليفات اللي الرئيس اتكلم عنها امبارح، الحفاظ على محددات الأمن القومي وسط التحديات الإقليمية والدولية. المشاهدين والمواطنين في مصر كلهم عايزين يعرفوا إيه أبرز هذه التحديات، سواء كانت الإقليمية أو الدولية. يمكن كانت التوقعات رايحة إنه التشكيل يغلب عليه الجانب الاقتصادي، على اعتبار إن إحنا عندنا تحدي اقتصادي زي موجود في الدول العالم كلها. لكن في الحقيقة إحنا عندنا التحدي الأمني أخطر من التحديات الاقتصادية وبقية التحديات اللي موجودة. التحدي الأمني لأنه إحنا للأسف واقعين في منطقة توترات جيوستراتيجية. عندنا الحرب الموجودة في غزة، محدش عارف لسه الأمور هتمشي لغاية فين. مأثر علينا تأثيرات ضخمة جدا، لما نتكلم على تأثيرها على إيرادات قناة السويس، نتكلم على تأثيرتها على السياحة. لما نتكلم على حوالي 20 مليار دولار مصر خسرتهم منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة، مبلغ كبير ومحتاج من الحكومة عمل مختلف وتحدي مختلف أمام الحكومة، خاصة وإنه أنت كل الإنجازات اللي أنت بتعملها دلوقتي وكل الملفات اللي أنت يعني حققت فيها نجاحات مهددة بسبب إن في تحديات للأمن القومي. فبالتالي هذه التحديات لها أولوية أولى على أي شيء تاني، لأنه أنت محتاج تحافظ على هذه الدولة، تحافظ على مقدرات هذا الشعب في ظل يعني مربع ناري للأسف إحنا عايشين فيه. كل الحدود بتاعتنا النهاردة بقى فيها أزمات وبقت ملتهبة، محتاجة تدخلات عشان نقدر نساعد أشقائنا في هذه المناطق، محتاجة تدخلات إن إحنا ندعم عملية السلام أكتر، يعني نحتاج لحل سياسي في جهد كبير جدا. فأتصور إن الحكومة في وزارة الخارجية تحديدا محتاجة عمل أكتر على هذه الملفات. الملفات الأمنية هي الملفات لها الأولوية، ودي وجهة نظر السيد الرئيس، ودي الحقيقة اللي احنا بنشوفها النهاردة على أرض الواقع. كمان من الملفات الهامة كانت بناء الإنسان، كانت على رأس قائمة الأولويات. شايف ممكن نتقدم إزاي في هذا الملف بالتحديد؟ يعني هذا الملف من الملفات المهمة جدا والمتوارثة، لأنه في الحقيقة هذا الملف مرتبط بملفات مهمة زي الصحة، التعليم، الثقافة. والثقافة هنا أقف عندها كتير، لأنه أنت مسألة تشكيل الوعي ومسألة أن أنت تصنع يعني ثقافة لمجتمع ومعرفة المجتمع يعني لسه بيعاني من أثار الأمية، لسه بيعاني من محاولات البعض لتشكيله بطريقة فيها تشدد، محاولة أنه يبقى فيه سرقة للعقل الجمعي، التراث المصري. أتصور أن دي كلها ملفات محتاجة من وزارة الثقافة تحديدا عمل أكتر بكتير من اللي احنا كنا نشوف السابق. محتاجة جهد ومحتاجة تكثيف للعمل. عندنا معارض للكتاب، عندنا أنشطة كتير جدا ثقافية، دي محتاجة دعم أكتر، محتاجة أفكار أكتر، محتاجة دماء جديدة يبقى عندها أفكار إزاي أنت بناء الإنسان ده بكل الملفات اللي فيه ده يبقى فيها عمل متوازي مع عمل الحكومة، وفيها يعني أفكار مختلفة عشان تقدر أن أنت تقدم الخدمة دي بشكل أهم وأكتر للمواطن المصري. المواطن المصري
بناؤه بقت مسألة في ظل التحديات اللي بتواجهها المنطقة، بقت محتاجة دعم كبير وجهد كبير، محتاجة مشروعات كتيرة، مبادرات جديدة، عشان انت ازاي تصنع هذه الثقافة من اول النشأ لغاية الكبار السن. طيب استاذ محمود، دايما الحكومات بتعمل من اجل الشعوب، من اجل مصالح الشعب بشكل عام. شايف اللي تحقق خلال الفترة اللي فاتت، عشان برضو يعني نوفي للحكومة السابقة حقها، وازاي الحكومة الجديدة تبني على ما تحقق؟ في الحقيقة خلينا الاول نوجه الشكر لهذه الحكومة. الحقيقة اشتغلت وتعبت، كل الوزراء في كل المجالات اشتغلوا وتعبوا على قد ما هم قدروا وعلى قد ما ظروف خدمت العمل بتاعهم، فبالتالي يعني هم يستحقوا الشكر، لكن محتاجين من الحكومة الجديدة على التحدي اللي موجود الجديد جهد أكبر. المواطن المصري محتاج انه يعني يشعر ب انه في حد بيشتغل، ان في حد بيحاول ان هو يحل له الازمه والتحدي اللي هو موجود فيه، تحديدا الاوضاع الاقتصاديه، الاوضاع المعيشيه دي محتاجه من الحكومه عمل جهد كبير جدا. محتاجين من الحكومه انها تكمل الاصلاح الاقتصادي. ليه؟ لانه حكومات كتير خافت انها تاخد هذا القرار، وخافت ان هي تخش الاصلاح الاقتصادي، وكانت متخوفة طبعا من رد الفعل الشعبي اللي ممكن يبقى رافض لهذه الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي يتم تعطيلها، وده اللي شفناه على مدار سنوات طويلة سابقة. النهاردة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كانت شجاعة انها خدت هذه القرارات، بالتأكيد ما عليهاش إجماع شعبي، زي ما في حاجات قرارات كتير ممكن تبقى الناس شايفاها صعبة، لكن هي في الحقيقة دواء، انه ده علاج ان احنا بناخده للاقتصاد المصري، للأوضاع بتاعتنا، انه يبقى في يعني اتجاه اكتر نحو القطاع الخاص ودعمه ومساندته، وانه يبقى في تعاون اكبر معاه، انه يبقى في صفقات زي صفقه راس الحكمه بشكل يعني مهم، ان انت تقدر في الفتره دي الموارد بتاعتك بتقل، فانت محتاج صفقه تعيد انعاش الموارد الدولاريه بتاعتك، ودي اتصور ان هي محتاجين نكمل فيها، لانه هي اولا بتستفيد من شبكة الطرق وشبكة المواصلات اللي انت عملتها، بتستفيد من العالمين الجديدة كمشروع كبير انت بدأت فيه وحققت فيه إنجاز كبير، تقدر بقى تعمل من خلال المشروعات القومية دي، تقدر تعمل مشروعات استثمارية كتير جدا حواليها وبجوارها، فتديك عائد دولاري وتبتدي تضخه في السوق المصري، تبتدي التضخم يقل، وده اللي بدأنا نشوفه، ويبتدي كمان الحماية الاجتماعية تزيد، لأنه انت لما بتيجي تعمل مشروعات او تبتدي تاخد اجراءات اصلاح اقتصادي زي اللي احنا بنشوفها دي، هي بتديك رئة ان انت تقدر تدي للناس اللي محتاجة بالفعل، تديها اللي هي محتاجاه، ان انت توسع شبكة الحماية الاجتماعية، ان انت تبتدي تمشي في مشروعات ليها علاقة بالصحة والتعليم بشكل اسرع، لان انت بتوفر التمويل من مكان لمكان تاني، مش محتاج فيه ان انت تاخد اموال من الخارج، او ان انت تلجأ للصناديق او غيره من الامكانيات المتاحه دوليا عشان تقدر توفر لك الاموال اللي محتاجها عشان تقدر توسع شبكه الحمايه الاجتماعيه او تساعدها. فبالتالي انت النهارده الاصلاح الاقتصادي، شبكه الحمايه الاجتماعيه محتاج تتوسع فيهم، ومحتاج ان انت تكمل المشوار اللي انت بداته تدريجي واحده واحده، تقدر ان انت توصل في النهايه ان انت لما الشكل بتاعك يكتمل نجاح هذا المشروع بنشوفه حتى في حجم الاستثمار المقبل على مصر وحجم توفير فرص العمل. انت النهارده عندك البطاله بتقل، وده انجاز كبير جدا، ربما ناس كتير ما بتقفش عنده، وربما بيغيب وسط التشويش اللي بيحصل ووسط التشويه اللي ممكن بيحصل لعمل الحكومه. طيب معلش اذا سمحت لي، هل احنا محتاجين زي ما حضرتك ذكرت انه الحكومه الجديده هتكمل على الحكومه السابقه وتتوسع في نفس الانشطه، ولا محتاجين زي ما بنقول افكار خارج الصندوق؟ بالتاكيد انت محتاج الافكار خارج الصندوق طول الوقت، ويا ريت لو هذه الافكار تكون ناجحه، لانه في كتير من الافكار ممكن تبقى براقه جدا، ساعه التنفيذ على ارض الواقع بتبقى مختلفه وتبقى فيها يعني اشكاليات كبيره. لكن انت محتاج طول الوقت ان انت تكمل على اللي انت بنيته عشان ما تتراجعش مره اخرى وتتقهقر في الانجازات اللي انت حققتها. خلينا نكمل، خلينا نتوقع الافضل، خلينا نشوف المبادرات القادمه، خلينا نشوف عمل الحكومه واجندتها الجديده، خاصه ان هي جايه برده في تحدي لسه موجود وتحديات لسه احنا مكملين فيها، بنتمالها التوفيق ومنتظرين منها الكثير، والشعب المصري منتظر منها الكثير، خاصة في الملفات اللي بتهم المواطن وبتهم يعني نمط معيشته.
يعني كمان من الحاجات اللي كانت مهمة جدا هو تطوير الخطاب الديني، وده من رأس برضو الأولويات. ده كان لترسيخ عامة مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. شايف إزاي هيكون مناقشة الخطاب الديني في الفترة القادمة؟ أتصور نجيب الأولويات اللي مهتمة أو اللي أنا مهتم بيها مثلا في وزارات زي الثقافة وزي وزارة الأوقاف. المشاعر الدينية والخطاب الديني كله محتاج ان هو يتواكب مع متغيرات العصر، ومحتاج كمان متواكب مع متطلبات المجتمع المصري. المواطنة عليها طلب في المجتمع المصري كبير جدا، وبالتالي انت محتاجة هذه الافكار تبقى موجودة طول الوقت في وزارة التعليم، في المناهج، في الجامعة، في الانشطة الجامعية، في انه يبقى في تعاون طول الوقت مع المؤسسات الدينية، المجتمع المدني، الانشطة الثقافية. كل ده افكار تبتدي تترسخ عند الناس بس بشكل غير مباشر، لانه هي بشكلها المباشر ما تبقاش قادره توصل للناس، لكن بشكل غير مباشر في التعايش بتاعنا مع بعض، منهج التعايش ده في حد ذاته اتصور ان هو يعني ترسيخ لفكره المواطنه. الخطاب الديني، الخطب في الجوامع، الخطب في الوعظ في الكنائس، كل ده محتاج انه يتواكب مع العصر، لانه في تحديات دينيه بالاساس، والعالم بيدي أفكار مغيرة وبيدي أفكار تخصه وبيدي أفكار مختلفة ما بتتناسبش مع ثوابت المجتمع المصري. فأنت محتاجة طول الوقت تواجهيها، تحصني الشباب، تحصني الناس في مصر من هذه الأفكار، ويبقى في تمسك بالثوابت الوطنية وفي نفس الوقت بالثوابت الدينية. يعني مش عايزين برضو إيه الخطاب المتطرف الآخر اللي ممكن يعني يهز ثقة المجتمع في نفسه وفي أفكاره وفي ثوابته. فبالتالي ده ملف مهم جدا قدام الحكومة، محتاجين فيه عمل مهم، ومحتاجين ان يبقى فيه افكار جديدة وافكار يعني ابداعية عشان الناس تستوعب اهمية الملف وتبتدي تستوعبه وتفهمه وتتعامل معه. طيب استاذ محمود، احنا عندنا رجال اعمال وطنيين وقفوا جنب الدولة كتير، والدولة قدر المستطاع بتحاول ان هي تساعدهم. ازاي نعزز مشاركتهم وازاي يوسعوا انشطتهم؟ لانه زي ما حضرتك ذكرت من شويه ده بيخدم البلد كلها، ده بيوفر فرص عمل وبيوفر سيوله وانتعاش اقتصاديه كمان في البلد، فازاي الحكومه الجديده تعمل على ده ومسؤوليه مين كمان؟ يعني يمكن الحكومه بدات ده بالفعل، وخلينا اقول لحضرتك ان رجال اعمال المصريين ودول يعني في طبقه وطنيه واضحه جدا. انا شفتهم في التحالف الوطني العام الاهلي، ازاي ان كل واحد عنده مؤسسه بيدعم المواطنين ذوي الاحتياجات، بيدعم حتى اهالينا في غزه. كان في مجموعه من رجال الاعمال اللي عملت مبادرات وكانت داخل التحالف الوطني العام الاهلي، وبدات تمشي او تسير عربيات فيها مساعدات لاهالينا في غزه. نفس الامر شفناه داخل مصر. الادوار الوطنيه والادوار الاجتماعيه اللي بيقوم بها رجال الاعمال بيعزز فكره ان انت يبقى عندك قطاع خاص ويبقى عندك طبقة رجال أعمال وطنية بتشارك الدولة في عملها، وده بنشوف جزء كبير منه دلوقتي بدأ يتحقق، وبتفتح أمامهم المجال أنه يبقى العمل أكتر في الفترة القادمة. محتاجين أنه التفكير يبقى طول الوقت داخل البلد، وأنه المكاسب تبقى موجودة جوه البلد، وأنه الأرباح دي من حق البلد. فمش طبعا مش بحجر على رجل أعمال أنه هو يعني هو من حقه، مفهوم، رأس المال من حقه أنه يتحرك في الأسواق وفي غيره. لكن أنا بتكلم على أنه كل الاستثمارات لما بتزيد داخل مصر، والاستثمارات دي بيبقى فيها مشروعات صناعيه، مشروعات زراعيه، انت عندك النهارده المجال واسع لمشروعات كتير تقدر انت تتداخل فيها. ويمكن سياده الرئيس في اخر مره في مشروع مستقبل مصر اشار لانه رجال الاعمال يقدروا يجوا دلوقتي يشتغلوا معانا في مثل هذه المشروعات. البنيه التحتيه جاهزه. بالظبط، البنيه التحتيه جاهزه. انت النهارده وفرت كتير جدا. ربما في مشروعات يخاف رجال الاعمال ان هم يخشوا فيها لان ما فيهاش مكاسب، الشق الطرق والبناء، محطات الوقود في مناطق يمكن تبقى مش متاح فيها، يعني مش عليها رجل كتيره زي ما بيقولوا يعني. فانت النهارده المشروعات دي ما حدش يجرؤ يعملها غير الدوله، لانه ارباحها في المستقبل ممكن تبقى متاخره شويه. فانت النهارده وفرت بنيه تحتيه اساسيه لكل المشروعات بكل على اختلافاتها. يعني النهارده المشروعات الزراعيه ليها مكان، الصناعيه ليها مكان، انت وفرت مناطق صناعيه كتير، وفرت لها الكهرباء والميه والغاز ومشتملاتها كلها بقت موجوده. العماله المدربه، انت بتحاول تدرب، التعليم المهني والتعليم الصناعي، ده كله بقى يعني رافد من روافد الاستثمار،
وبيدي فرصه لرجال اعمال ان هم يشتغلوا. النهارده مع خطوات الاصلاح الاقتصادي بدات وشجع المستثمر الاجنبي كمان. بالظبط، انت النهارده بقى كان عندك سعرين، بقى عندك سعر واحد اللي هو موجود في البنك هو اللي موجود في السوق، بقى عندك وفره دولاريه بتحافظ عليها، ماشي في خطوات الاصلاح الاقتصادي، وعندك استقرار في المجتمع رغم التوترات اللي موجوده حواليك. فدي فرصه هائله امام الصناعه الوطنيه وامام رجال الاعمال ان هم يكملوا. انت النهارده بقى عندك قوانين بالدعم، عندك الرخصه الذهبيه، ودي يعني اتصور ان هي حلت مشاكل كتير لرجال اعمال ورجال الصناعه ومستثمرين. بقى عندك انفتاح على الاستثمار الاجنبي، بقى عندك البنوك عندها الفائض المالي اللي تقدر تقدمه كتمويلات عشان الناس تشتغل. فده مناخ صحي تقدر تقول، وفي اهتمام حتى برئيس الوزراء. يمكن شفنا المشروعات والمستثمرين الصينيين اللي جم مصر ووطنوا صناعات ونقلوا تكنولوجيا، وهو ده النمط اللي احنا محتاجينه في الحقيقة. يعني احنا مش محتاجين حد يجي يملي علينا شروط في الحقيقة، احنا محتاجين حد يجي يشتغل في مصر بالقواعد اللي موجودة وفي نفس الوقت يكون متوافق مع امكانيات كمان السوق المصري. بالظبط، وده اللي احنا محتاجينه، ان لنا تكنولوجيا لانه احنا محتاجين التكنولوجيا دي، ودي اللي هتفيد الناس في السوق المصري، وكمان هيبقى المنتج المصري مناسب باسعاره للمواطن المصري. فهنا المساله بقت اقتصاديا اتصور انها تبقى اكثر ربحيه لاي رجل اعمال عايز يشارك الدوله في مشروعات. اقتصادنا عامه عدى بتحديات، يعني الاول كورونا، الازمه الروسيه الاوكرانيه، ووصولا للتحديات الاقليميه الدوليه اللي احنا دلوقتي يمكن اتكلمنا عنها، هو ان حدودنا كلها تقريبا حوالينا الدول تعاني من الصراعات. النهارده اولويه الحكومه الجديده هتكون بذل كل الجهد، خليني اقول للارتفاع من حد او للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم، ده في اطار يعني خليني اقول تطوير شامل للاداء الاقتصادي للدوله في جميع القطاعات. شايف ازاي يعني الحكومه الجايه هتتعامل مع هذه التحديات؟ تحدي رئيسي امام الحكومه القادمه هو ضبط الاسواق. وضبط الاسواق دي مهمه يعني ثقيله جدا، محتاجه عمل كبير جدا، ومحتاجه تواجد، ومحتاجه نزول على الشارع، ومحتاجه انه يبقى فيه المجمعات كلها والاسعار اللي موجوده دي محدده ومطبقه وبشكل رئيسي، وبتحاول ان هي ما يبقاش فيها تلاعب، وفي نفس الوقت بتحافظ على الحدود الامنه اللي وضعتها الحكومه واللي هي استقرت عليها في الحقيقه. واتصور انه الحملات محتاجينها تزيد، انه المراقبه والمتابعه للاسواق محتاجينها تزيد، محتاجين اجتماعات كتيره مع المصدرين والمستوردين وغيرهم من الناس اللي هي بتتعامل مع الاسواق. محتاجين الحكومه تبقى موجوده طول الوقت قدام الناس في الشارع عشان تقدر تظبط الاسواق، ويبقى في ثقه انه الحكومه فعلا بتراعي المساله دي، مش سايباها على هوا التجار. فدي اتصور انها مهمه، او يعني اولويه اولى للحكومه القادمه، ملف مهم جدا، ملف محتاجين فيه جهد، ومحتاجين ان احنا نشوف الحكومه بالفعل في الشارع والناس تشوف ده وتلمسه بايديها عشان الثقه في الحكومه كمان تزيد، وعشان تقدر ان هي كمان تكمل في خطواتها، فالناس يبقى عندها ثقه وفي خطوات الحكومه وانها تكمل مشروعاتها بامان. بنشكرك جدا يعني على وجود حضرتك معانا، الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم، كل الشكر ليك يا فندم على قراءتك الوفائيه. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.